يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة فيها العديد والعديد من الأخبار الهامة المتنوعة، سواء على الساحة الرياضية المصرية العالمية، وأيضا كل جديد يخص نادينا العظيم النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا وشرفنا في الاستوديو الأستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث في بعض الأمور الهامة جدا. قبل ما نتكلم نروح نشوف أهم عناوين حلقة النهاردة، يلا بينا. محسن صالح ينفي اجتماع لجنة التخطيط مع فايلر. خالد محمود طبيب المنتخب أبلغنا بتشخيص إصابة حمدي فتحي. الأهلي يتدرب فترة واحدة يوميا ومباراة ودية الأسبوع المقبل. حسام البدري يعلن حالة الطوارئ في معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة كينيا. مدرب منتخب مصر الأولمبي يشيد بمجهود اللاعبين خلال مباراة الفراعنة وغانا. تريزيجيه لا يمكنك الاستسلام في الأهلي، لقد وضعوا لي الأساس في كرة القدم. طيب، عندنا اخبار كتير جدا سواء بتتعلق بالنادي الاهلي او كمان بتتعلق بالمنتخب الاولمبي بالتحديد، واللي فاز امبارح مباراه كانت جميله جدا ومميزه من المنتخب الاولمبي. لكن انا هبتدي الاول باخبار النادي الاهلي وبعد كده نخش في المنتخب. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي في مرحله تانية من الاعداد لعوده بطوله الدوري وعوده بعض التحديات المهمه اللي بتتمثل كمان في بطوله دوري ابطال افريقيا ومباراة النجم الساحلي يوم 29، واللي بتسبقها مباراة الجونة يوم 25 بإذن الله تعالى من الشهر الجاري. فالاستعدادات كلها قوية ومهمة ومميزة جدا من لاعبي الفريق ومن الجهاز الفني. النهاردة تاني يوم في هذه الاستعدادات، لكن الخبر اللي احنا كلنا اتفاجئنا بيه برضو امبارح خبر حمدي فتحي للأسف في مران المنتخب الأول تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة، بالتالي هيغيب شوية، لسه المدة ما تحددتش بس طبيعي. بالمناسبة الغضروف يعني على حسب حالة كل واحد، في لعيبة بتاخد فترة قليلة ممكن شهر أو حاجة، في لعيبة بتاخد فترة أكبر توصل شهرين ثلاثة، إن شاء الله ما يطولش حمدي فتحي، كله على حسب طبعا درجة الإصابة. فهنشوف الامور هتستقر بالنسبه له على ايه، لكن ان شاء الله يعود سريعا. هو في عز توهجه في الحقيقه حمدي فتحي، عامل موسم ممتاز وبدايه موسم اكثر من رائع سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر الاولمبي او منتخب مصر الاول عفوا. تخيل ان لعيب اول ماتشين رسميين ليه، هما ماتشين وديين لكن هو يعني شارك في ماتشين اول مباراتين ليه مع المنتخب الاول، جاب هدفين في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، والهدفين كانوا هدفين الفوز يعني بالنسبه للمنتخب. لكن للاسف تعرض للاصابه، واثقين جدا ان شاء الله هيرجع بسرعه ويرجع بفورمه احسن كمان من اللي هو كان عليها، ونتمنى له كل السلامه باذن الله. بالتالي الدكتور خالد محمود ده طبيب المنتخب قال، دكتور خالد محمود قال ان طبيب المنتخب قال له يعني تشخيص حاله حمدي فتحي، واللي هي عباره عن قطع في غضروف الركبه. والكابتن او الدكتور خالد محمود كمان قال ان هيتم عرض حاله حمدي فتحي على الدكتور احمد عبد العزيز رئيس اللجنه الطبيه بالنادي علشان يطلع على حاله اللاعب ويتم وضع برنامج خاص بيه بعد اجراء الجراحه اللي في الغالب هتكون في المانيا، وان شاء الله الامور تمشي بالشكل المطلوب بالنسبه للاعب مميز جدا زي حمدي فتحي في الحقيقه. من ضمن الاخبار كمان الكويسه، حسام عاشور بينتظم في المران الجماعي للفريق النهارده. امبارح الفريق لما استأنف في تدريباته حسام عاشور كان اكتفى بالتدريبات في صاله الجيم بس، النهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي، وده كان بعد الراحه 4 أيام بعد معسكر دبي. ازارو بيشارك في مران اليوم، وصل امبارح وشارك النهارده. وليد ازارو هو كان في من المغرب في اجازه بعد انتهاء المعسكر، فبالتالي اكيد مشاركه هتكون مهمه بالنسبه للازار، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله القادمه، ويقدر باذن الله باذن الله يعود ازاره بتاع اول موسم مع النادي الاهلي، والكل بيسنده في الحقيقه، واول المساندين اكيد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هيكون ورا اللاعب خلال الفتره اللي جايه. من ضمن الاخبار ايضا فيما يتعلق بجونيور اجاييه،
جونيور اجاي هيشارك في التدريبات غدا، واحنا عارفين اجاي كان خد اذن من كابتن سعد عبد الحفيظ انه هيسافر نيجيريا، وهو سافر فعلا مباشره بعد انتهاء معسكر الامارات لهناك في بلده علشان ينهي بعض الامور الخاصه بتجديد الجواز السفر الخاص به، وخلاص انهى كل هذه الامور وهيشارك في تدريبات النادي الاهلي بدايه من غد. ده طبعا على حسب كلمات او تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. الفريق خلال الفتره اللي جايه هيتمرن ازاي؟ هيتمرن على فتره واحده يوميا، كل يوم هيبقى مران وحيد، ما فيش تدريبين او حاجه على مدار الاسبوع، والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون بيتخللوا مباراه وديه، حتى الان هتكون مباراه وديه لسه مش عارفين مع مين، ممكن يبقوا مباراتين على حسب طبعا الجهاز الفني ورغباته يعني ومدى افاده الفريق من خلال المباريات الوديه بالتحديد. الاهم بقى بالنسبه لي تصريحات الكابتن محسن صالح النهارده، واتكلم فيها عن بعض الاخبار المغلوطه اللي بتتقال سواء عنه او عن النادي الاهلي بشكل عام وتحديد لجنه تخطيط للكره بالنادي، يعني هو رئيس هذه اللجنه. هو الراجل اتكلم قال ان اي كلام بيتقال على لسانه في الصحف ده مش حقيقي، وهو ما اتكلمش مع اي حد بخلاف قناه النادي الاهلي، طلع حلقتين ورا بعض عندنا في برنامج سهره مع، وقال كل التصريحات انا قلتها في البرنامج ده. تطرق كمان لموضوع ان مفيش اي طلبات جت من المدير الفني، وان احنا ما رشحناش كمان كلجنه تخطيط اي لاعبين للجهاز الفني، والمدير الفني هو اللي ليه الحق انه يختار احتياجاته، واحنا بنحاول ان احنا نلبي له هذه الاحتياجات ويكون في راي تشاوري ما بينهم سواء لجنه التخطيط او كجهاز فني. ده جزء مهم جدا في الحقيقه. ليه بقى؟ لان احنا على مدار الفتره اللي فاتت كنا بنقول لحضراتكم في بعض الاخبار اللي بتيجي معانا كده، ودايما بنستعرض لحضراتكم كل جديد النادي الاهلي في الصحف، والبعض كان يقول لك خلاص فايلر طلب مهاجم، فايلر عايز مدافع، فايلر هيعمل كذا، فايلر طالب كذا، وكنا بنقول لحضراتكم مفيش اي طلبات رسميه وصلت من فايلر حتى الان للجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي. مفيش اجتماعات كمان حصلت، كابتن محسن صالح قال ان قريبا ممكن يبقى في اجتماع، لكن حتى الان مفيش اجتماعات ما بين لجنه التخطيط للكره والجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر. تصريحات مهمه جدا من كابتن محسن صالح، وهتخلينا ان احنا ايه نركز في الاخبار اللي بتتكتب في الجرايد، وحضراتكم اكيد تركزوا فيها لان بعضها بيبقى اجتهاد، وده طبيعي وحق كل صحفي ان هو يجتهد، لكن دايما احنا بنحاول ننقل لحضراتكم الصوره بالشكل الاصح، وده دورنا دائما. عايز اروح لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي واللي متواجد في مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد استاد مختار التتش عشان يقول لنا كل الجديد الخاص بالفريق النهارده. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بك زميلي امير هشام، وبرحب بكل مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا ندى، طمنا على استعدادات النادي الاهلي والفتره والمرحله الثانيه من هذا الاستعداد. طبعا هو المشهد الرئيسي النهارده هو بدء المران وسط غياب مجموعه من اللاعبين الدوليين لظروف انضمامهم للمنتخبات الوطنيه سواء المنتخب الاول في رحلته الافريقيه والمنتخب الاولمبي. طبعا تم تصعيد مجموعه من الناشئين لاستكمال المران، لكن على الرغم من ذلك كان المران الحقيقه كان قوي جدا. ركز فيه المدير الفني ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي على مجموعه من التعليمات الفنيه والخططيه والارتقاء بالحبل من خلال جزئيتين يعني. الاولى هي تمرير الكره من الخطوط الخلفيه للاماميه وعدم التشتيت، والثانيه هي غلق المساحات امام المنافس. وده سبقه محاضره فنيه اكد فيها ريني فايلر عدم التهاون خلال الفتره المقبله، طبعا لان النادي الاهلي مقبل على تحديات ضخمه منها استكمال الصوره الرائعه والبدايه الاكثر من رائعه في الدوري الممتاز، والمباراه الهامه مع النجم الساحلي في بدايه دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الحقيقه حابب اطمن جماهير النادي الاهلي على ثلاثه لاعبين، طبعا كابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور اللي النهارده ادى مران اكثر من رائع قوي وتالق في المران النهارده، كان في البدايه جري حوالين الملعب ثم شارك في التدريبات الجماعيه. كمان وليد ازارو شاهد المران النهارده مشاركته مشاركه قويه كمان بعد رحله سفر قصيره الى المغرب، وان شاء الله زمر اجايه باذن الله هيعود بالمران يوم الاربعاء. كمان عايز اقول لك ان يوم عن يوم بتبان نتائج معسكر الاهلي في الامارات، اللعيبه مقبله على التدريب في حاله من حالات بلغه الكره حالات الفوقان والقوه والتحدي، كسر حاله الملل من خلال معسكر الامارات باين جدا من خلال المعسكر التدريبي للنادي الاهلي. طيب كيف استقبل الجهاز الفني خبر اصابه حمدي فتحي يا ادهم؟ طبعا حاله يعني حاله من الحزن، لكن حاله يعني كمان مشوبه او ممزوجه
بالتفاؤل والدعم النفسي والمعنوي لحمدي فتحي. طبعا حمدي فتحي نجم من نجوم وسط الملعب بالنسبه للنادي الاهلي ومن الركائز الاساسيه اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، لكن عايز اقول لك هناك دعم نفسي ومعنوي للاعب من خلال مجموعه اللاعبين في النادي الاهلي ومن خلال المدير الفني رينيه فايلر، دايما انتصالات، دايما متابعه لاطمئنان على حالته من خلال طبيب النادي الاهلي، ومتابعه مستمره الحقيقه ليه، ودعم نفسي زي ما قلت ومعنوي. ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا باذن الله للملاعب والتالق مره اخرى مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك ادهم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي، واللي علينا الاخبار الاخيره اللي تتعلق بالفريق الاول لكره القدم بالنادي، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. زي النهارده النادي الاهلي فاز على النجم الساحلي في اياب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2005، والبطوله الرابعه في تاريخ النادي الاهلي بفوز كبير جدا اللي حضراتكم تشوفوه دلوقتي على الشاشه 3-0 باهداف محمد ابو تريكه. هدف كان جميل، كانت المباراه معقربه شويه في البدايه لو تفتكروا، الجون ده اللي فك الدنيا طبعا، وكان الناس وابو تريكه بيشوط، ناس تقول انت هتشوط ليه؟ الحمد لله انه شاط وجاب الكره جون، وكان الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اكيد من المباريات التاريخيه، وكان فوز كبير جدا بعد التعادل السلبي مع النجم الساحلي هناك في سوسه. فبالتالي كان اللقب الرابع في تاريخ القاب النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكانت بدايه لعصر ذهبي كبير جدا جدا مع مستر مانويل جوزيه ومع مجموعه من اللاعبين الرائعين. محمد عبد الوهاب الله يرحمه رفع اوفر جميل قوي عشان كابتن اسامه حسني يحرز الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد ما كنا تقدمنا في الشوط الاول بهدف محمد ابو تريكه اللي حضراتكم شفتوه من لحظات. محمد عبد الوهاب الله يرحمه احد المساهمين في عدد كبير من القاب النادي الاهلي في فتره وجيزه جدا، ربنا يرحمه ويغفر له باذن الله. الهدف الثالث كمان كان هدف رائع قوي من محمد بركات الزئبقي، وجون كان جميل بينهي بيه المباراه وبيعلن رسميا فوز النادي الاهلي بهذه البطوله، وكان الكل متشوق لللقب ده لان كان ساعتها اخر مره فزنا بالبطوله دي كان في 2001، غبنا 3-4 سنين وخدنا اللقب، وتاهلنا كمان لاول مره لكاس العالم للانديه في اليابان، وكانت بطوله كبيره جدا. للاسف خسرنا اول مباراه من اتحاد جده، وكان يوم صعب على كل الاهلاويه في الحقيقه لان كانت طموحات عاليه قوي هنروح ناخد كاس العالم ونرجع يعني. لكن في كل الاحوال كانت انجازات مهمه، وكان ده بالتحديد انجاز جيد جدا، وكان بدايه لعدد من الالقاب الكبيره سواء من خلال مستر مانويل جوزيه او مجموعه اللاعبين الموجودين في التوقيت ده. حبينا نفكركم يعني باليوم ده. طيب المنتخب الاولمبي امبارح فوز معنوي مميز جدا وفي جوانب عديده في الحقيقه. الف مبروك طبعا للمنتخب الاولمبي، للجهاز الفني كابتن شوقي غريب، للاعبين الابطال الرجاله اللي عملوا مباراه كبيره، ومبروك لكل جمهور الكره المصريه والجماهير اللي كانت متواجده في مدرجات استاد القاهره. الاعداد امبارح كانت ازيد شويه من مباراه مالي، الاداء كمان كان افضل من مباراه مالي بالتحديد في الشوط الثاني بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي. عجبني قوي ان احنا حتى لما بنتاخر بنرجع بنقدر ان احنا نتعادل مره واثنين ونكسب كمان في الاخر. عندنا في الحقيقه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين الجيدين قوي اللي عندهم خبرات في الدوري، خبرات مميزه مع انديتهم يعني، واللي قدروا امبارح ان هم يفوزوا فوز كبير على فريق او منتخب غانا 3-2. واللي كان مزعل الواحد شويه في مباراه مالي في الحقيقه ان احنا عندنا المجموعه دي مش عارفين نلعب. كسبنا 1-0 لكن الاداء كان سيء قوي، وكان لازم يبقى فيه انتقاد لاداء المنتخب. امبارح لما الدنيا اتعدلت شويه في الشوط الثاني عدلت شكل الفريق، نزل عبد الرحمن مجدي لعيب مميز قوي لاعب نادي الاسماعيلي، فرق في الشكل الهجومي كله كوم بقى، ورمضان صبحي ده حاجه ثانيه خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، نجم من نجوم الكره المصريه خلال الفتره الحاليه. لما عضلاته قلت شويه هديت شويه لان رمضان لما راح انجلترا ركز على تقويه العضلات الجانب البدني بشكل كبير فاثر على مهارته، لان المهاره بتحتاج خفه حركه، الخفه رجعت لرمضان بصراحه. امبارح بيمر ما شاء الله، بيصنع اهداف بيحرز اهداف، حاجه جميله جدا رمضان صبحي كابتن منتخب مصر الاولمبي. الروح الكبيره اللي كانت عند لاعبي المنتخب كانت مميزه جدا في الشوط الثاني، اللي كانت عند الجهاز الفني، لكن برضو في بعض الاحيان الحماس الزائد عند مين؟ عند الجهاز الفني. شفنا ده في
في المباراه الاولى مع مالي والشوط الاول في مباراه غانا. الحماس الزايد ده بيعصب ويوتر اللاعبين بشكل او باخر، ده اللي ممكن كان بيأثر على ثلاث اشواط للمنتخب حتى قبل الشوط الاخير امبارح في مباراه غانا. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال نتيجه جيده، تغير كاداء تكتيك خطه من الكابتن شوقي غريب في الشوط الثاني في المباراه بالتحديد، ده اللي ساهم بشكل كبير جدا. التغييرات كانت مميزه بصراحه وده ساهم في فوز المنتخب. الهدف لسه ما اتحققش، خدت خطوه مهمه، انت خلاص كده وصلت المباراه اللي باذن الله هتاهلك لاولمبياد طوكيو، مش المباراه اللي جايه طبعا مع الكاميرون، لا المباراه اللي بعديها اللي انت تاهلت ليها بشكل رسمي واللي هتكون مع حد من المجموعه الثانيه على حسب كمان ترتيبك في المجموعه. اعتقد ان احنا بنسبه كبيره ان شاء الله ممكن نبقى اول المجموعه بعد التاهل الرسمي. المباراه بتاعت قبل النهائي دي هي اللي هتاهلك ان شاء الله لطوكيو، وده الهدف الاهم والاسمى بخلاف الفوز بالبطوله باذن الله طالما هي على ارضنا، وتعويض الجمهور المصري عقب الاخفاق الكبير في بطوله الامم الافريقيه للكبار. فالف مليون مبروك للمنتخب. اهم جزئيه عايزين نتكلم فيها جمهور الكره المصريه. يا جماعه المباريات بجمهور حاجه تانية، بالتحديد في ماتش امبارح ليهم دور مؤثر. الناس بتشجع لما بتتفرج على مباراه بجمهور فتحس ان في روح كده. الجمهور هو الاساس كمان في نقل الحماس الكبير جدا عند اللاعبين داخل ارضيه الملعب. فنتمنى باذن الله تعالى يا رب يا رب ان بعد البطوله دي نشوف المشهد اللي احنا شفناه من الجمهور بالاعداد دي في المدرجات في مباريات محليه وافريقيه للانديه بشكل طبيعي، لان بدون الجمهور الكوره في الحقيقه ملهاش اي طعم. عندنا فرصة كويسة قوي لازم نستغلها هي البطولة دي، واحنا عندنا نظام تذكرتي وعندنا كل الجوانب اللي تساعد على حضور الجمهور للمباريات. عايزين نستغل كل هذه الجوانب، عايزين نظهر بشكل جيد سواء على المستوى الفني، مستوى حضور الجماهير، المستوى التنظيمي وإدارة البطولة، بطولة الدوري والبطولات المحلية من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الخماسية. يعني كل دي جوانب لازم نتعلم منها ونستفاد منها بشكل كبير جدا وأكبر بعد الاستفادة من بطولة الأمم الأفريقية للكبار. نستفاد كمان من بطولة المنتخب الأولمبي عشان نشوف الكرة بشكل طبيعي جدا في مصر بإذن الله بعد انتهاء البطولة. فبالتالي الجمهور كان ليه دور كبير جدا في مباراة الأمس، نتمنى لهم الاستمرارية وإن شاء الله الفترة اللي جاية يكونوا افضل وافضل يحققوا اهداف الجمهور المصري. من ضمن اخبار المنتخب الاولمبي الكابتن معتمد جمال اشاد بشكل كبير جدا بلاعبي المنتخب بقدراتهم بحماسهم بعودتهم في المباراه، وقال ان احنا خدنا خطوه مهمه قوي نحو تحقيق احلامنا بتحديد التاهل لاولمبياد طوكيو، وقال كمان ان اللاعبين ادوا اداء مميز ونجحوا في قلب تاخرهم من خلال مرتين في المباراه و فوز في اللحظات الاخيره من خلال هدف لاحمد ياسر ريان مهاجم مميز جدا، مصطفى محمد مهاجم مميز جدا، صلاح محسن هو مهاجم بس ما بيلعبش مهاجم. وانا بصراحه الفكره مش عارف، هو طبعا مدير فني ادرى يعني، بس ليه بيلعب صلاح محسن وينج وهو مكانه مهاجم، رغم ان انا لو لعبت عبد الرحمن مجدي في مكانه اللي هو نزل فيه مكان صلاح محسن افضل بكتير من صلاح محسن اللي ما بيلعبش في مكانه. فاهمينها؟ فاهمين قصدي ايه يعني. لكن هي بتبقى رؤى جهاز فني. الاهم بالنسبه لنا والله في الاخر ان المنتخب يكسب في كل الاحوال. احنا عندنا مدرب كويس كابتن شوقي غريب. يعني هتقول لي كابتن شوقي غريب امبارح عيط او بكى وتاثر جدا بعد الفوز، هقول لك لان دي كانت فرصه مهمه جدا كابتن شوقي غريب، وتكاد تكون الفرصه الاخيره بالنسبه له. يعني اللي هو كان عنده تاريخ كبير من التدريبات او كتولي مسؤوليات للفرق المختلفه. ابرز انجاز عمله هو الميداليه البرونزيه في 2001 مع الشباب، فيما عدا ذلك هو ما عملش حاجه، فدي بالنسبه له كانت فرصه. راجل عنده خبرات كبيره محترمه كمان، قدر ان هو يفوز طبعا مع منتخب مصر الاول مع الكابتن حسن شحاته بعدد من الالقاب الكبيره، كان جيل ذهبي وعظيم وكان ليهم دور بارز. فلازم اللاعبين يستفادوا من خبرات كابتن شوقي غريب، ولازم كابتن شوقي غريب يسخر كل خبراته للاعبين وما يبقاش في اي فلسفه في التكتيك شويه اللي شفناها في مباراه مالي. هروح لفاصل بسرعه، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار المنتخب الاولمبي واخبار النادي الاهلي في الصحف. يلا بينا. طيب نكمل اخبار المنتخب الاولمبي، والكابتن شوقي غريب بيدرس راحه مصطفى محمد واسامه جلال امام الكاميرون. وخلاص انت صعدت للدور المقبل والدور الاهم في الحقيقه، فبالتالي ممكن يكون التفكير ده موجود فعلا عند الكابتن شوقي غريب ان هو يريح بعض العناصر سواء مصطفى محمد، اسامه جلال مدافع جيد جدا وعامل مباراتين ممتازين، صلاح محسن نفس الكلام. لكن في نفس الوقت الكابتن شوقي غريب من ضمن الامور اللي عرفناها برضو ان هو بيفكر ان هو ما يريحش رمضان صبحي، عايز يفضل موجود في الملعب مع تغيير مركزه بانه يكون متواجد في نص ملعب منتخب مصر الاولمبي. يعني كلها امور وحسابات بيفكر فيها الجهاز
الفني للمنتخب في الحقيقة، وكلنا بنساندهم وكلنا بندعمهم بالشكل القوي المطلوب، لأن احنا في الحقيقة هدفنا كلنا إن المنتخب يوصل لطوكيو 2020 بإذن الله تعالى. كابتن شوقي غريب كمان رفض الاحتفال بعد الصعود بالأمس، ومصمم على استكمال التدريبات بشكل طبيعي وبرنامج غذائي معين وبرنامج بدني خاص واستعدادات خاصة لمباراة الكاميرون وللمرحلة المقبلة المتبقية من هذه البطولة اللي هتنتهي إن شاء الله يوم 22 من الشهر الجاري. ومهم قوي ان ما يبقاش فيه احتفال لان الاهداف لسه ما اتحققتش. طبعا عملنا مباراه امبارح كبيره جدا وفوز بطعم خاص يعني الدقائق الاخيره، لكن في نفس الوقت انت لسه ما حققتش اهدافك. ده اللي بيركز عليه الكابتن شوقي غريب، وده تفكير ايجابي جدا في الحقيقه، وان شاء الله نتمنى لهم كل توفيق خلال الفتره اللي جايه. الاصابات للاسف بيواجههم سوء حظ في موضوع الاصابات ده. عندنا كريم العراقي امبارح تعرض لكدمه قويه في الركبه، باك رايت كويس، والاشعه هي اللي هتحدد امتى يعود ويشارك في المباريات، وده اللي اكد عليه الكابتن ايمن او الدكتور ايمن زين طبيب منتخب مصر الاولمبي. إشادة دولية كمان بوزارة الشباب والرياضة والجبلية بنجاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة، فاطمة سمورة أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أشادت بشكل كبير جدا جدا على التنظيم الرائع لمصر. وإحنا في الحقيقة من الجانب التنظيمي إحنا ما حدش يقدر ينافسنا في الحقيقة. شفنا تنظيم منتخب مصر أو تنظيم الدولة للبطولة للكبار في كان 2019، والمره دي كمان لبطوله المنتخب الاولمبي تنظيم اكثر من رائع، فكانت الاشاده الدوليه وكبيره، واحنا دايما بنبقى في الموعد من الجانب التنظيمي في الحقيقه. دي كانت بعض اخبار المنتخب الاولمبي، وكان مهم قوي ان احنا نهتم باخبار المنتخب الاولمبي لان يعني ده واجب مهم، والدعم والمسانده ليهم هي الاهم خلال المرحله الحاليه. النهارده في ماتشين، ماتش ساحل العاج وجنوب افريقيا في المجموعه الثانيه كان ايه، ابتدى الساعه 5 التعادل سلبي يا جماعه ولا في جديد في الماتش؟ والمباراة التانية هتكون الساعة 8 ما بين زامبيا ونيجيريا، ده في المجموعة التانية. نروح بقى نشوف أخبار الأهلي في الصحف، لأن في أخبار كتيرة اتكتبت عن النادي الأهلي النهاردة نشوفها، يلا بينا. الأخبار المسائي، الأهلي يستعد مبكرا، فايلر يحدد ملامح المرحلة الثانية ويتابع المصابين. أخبار رياضة، تحذير للمنتخب من الأهلي. اليوم السابع، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مهاجم قوي تنفيذا لطلب فايلر، أجاييه وأزارو ينضمان للتدريبات الحمراء اليوم. الأهرام المسائي، الأهلي يعالج التوابع، براهم صالح جمعة تحرج الإدارة واللاعب ينهي الأزمة. الجمهورية، تجديد عقود الكبار في الأهلي. المساء، كبار الأهلي يتمسكون بالقلعة الحمراء، رفضوا الإغراءات الخارجية ووافقوا على التجديد لناديه. الوفد، الجهاز الطبي لغز في الأهلي، تجدد إصابة متولي يعيد سيناريو الموسم الماضي ويثير تساؤلات في القلعة الحمراء، عبد الحفيظ وراء استمرار طبيب الفريق والجماهير تسأل عن دور جهاز كرايو. الدستور، استشاري نفسي وتصعيد المتميزين ضمن خطة لمواجهة هروب الناشئين، أحمد الشيخ يطالب فايلر بتحديد مصيره مع الأهلي. الشروق، نيدفيد يدخل حسابات الأهلي في يناير، تنفيذ استشاري الخبير الألماني بالشأن متوالي. المصري اليوم، الأهلي يقترب من التجديد لسليمان مقابل 8 ملايين جنيه. الوطن سبورت، الأهلي يبحث عن وديات مع المظالم ويرحب بتأجيل مواجهة النجم، حقن بلازما لعلاج متولي، أجاي وأزارو يتخلفان عن المران وتعديلات في قطاع الناشئين. طيب اخبار كلها مهمه في الحقيقه، نبتدي بالاخبار المسائي. قالوا ايه النهارده عن النادي الاهلي؟ الاهلي بيستعد مبكرا، وفايلر يحدد ملامح المرحله الثانيه ويتابع المصابين. استعداد دائم عند النادي الاهلي، يعني بتاخد في بعض الاحيان كده راحه عشان تقدر تستعد بشكل اقوى، وده اللي بيحصل دلوقتي من خلال مرحله ثانيه بعد المرحله الاولى اللي انتهت من خلال معسكر دبي.
فايلر بيحدد ملامح المرحله الثانيه، واللي بتتمثل في تدريبات برنامج تدريبي خاص للاعبين. الفتره الجايه هيبقى في مباراه او اثنين وديتين، هنشوف الموضوع هينتهي على ايه في النهايه، لكن الاهم ان الفريق ان شاء الله يستعد بالشكل الامثل للتحديات المقبله ويتابع المصابين، وده امر طبيعي عشان يعرف مين هيكون في حساباته ومتاح بالنسبه له خلال الفتره اللي جايه باذن الله. اخبار الرياضه، ويعني خبر مش بالطريقه دي، يعني تحذير للمنتخب من الاهلي، يعني الاهلي بيحذر المنتخب ان حسين الشحات ما ينفعش يلعب وكلام من ده. في جهاز طبي في المنتخب محترم بقياده الدكتور محمد ابو العيله والكابتن حسام بدري المدير الفني، عمره ما هيلاعب لعيب مش جاهز 100%، لان هو اللي هيتضر اصلا، المنتخب نفسه هيتضر. احنا عندنا مصلحه المنتخبيه الاهم في كل الاحوال، لكن مش بالصوره او المكتوبه دي في اخبار الرياضه في الحقيقه. لكن دايما بيبقى في تنسيق ما بين الجهاز الطبي في النادي والجهاز الطبي في المنتخب لما يكون في اصابه لاي لاعب. احنا عندنا للاسف اصابتين دلوقتي من النادي الاهلي في المنتخب، حسين شحات كان اولهم والحمد لله اصابه مش قويه قوي، مش هتعطله كتير يعني، ممكن يلحق المباراه الثانيه مباراه جزر القمر في التصفيات بتاعه افريقيا. والاصابه الثانيه حمدي فتحي، حمدي فتحي كده هيغيب فتره، لسه الاشعه او لسه اللي هنشوف المده هتكون قد ايه، لكن هو دايما بيبقى فيه تنسيق وليس تحذير من الاهلي للمنتخب. نروح اليوم السابع، الاهلي يبحث او يبدا رحله البحث عن مهاجم قوي تنفيذا لطلب فايلر. هنرد على الخبر ده بايه؟ بتصريحات الكابتن محسن صالح اللي قال ايه؟ اللي قال ان مفيش اي اجتماع حصل ما بين لجنه التخطيط ومفيش اي طلبات جت من المدير الفني، لا اجتماع ما بين الطرفين ولا طلبات جت من الراجل يعني. فبالتالي ده اجتهاد عادي ما فيهاش مشكله، الناس بتجتهد وبيتوقعوا بيتنبؤوا ان الراجل عايز مهاجم. اجايو وازارو ينضموا للتدريبات الحمراء اليوم، النهارده ازارو بكره اجايو باذن الله تعالى. نروح للاهرام المسائي. طيب الاهرام المسائي بيقول ايه؟ الاهلي يعالج التوابع، ما اعرفش التوابع بتاعت يعني المعسكر ماله، انا مش عارف. المهم دراهم صالح جمعه تحرج الاداره واللاعب ينهي الازمه. هما بيكاتبين يعني في متن الخبر ان صالح جمعه كان اشترى حاجات كتير من هناك، حاجات يا عم ما تخصناش قوي يعني، وكان فاكر ان مش عارف المفروض هما يعني بياخد بوكيت ماني او حاجات كده، يعني امور كلها خاصه بالماديات يعني، لكن اللاعب موضوع دفع فلوس الحاجه اللي جابها وموضوع بسيط يعني مش محتاج خبر اساسا. نروح للمسا، يعني من الاخر مفيش ازمه بالنسبه لصالح جمعه، دايما اسمه صالح جمعه مرتبط بالازمات للاسف يعني. المسا بتقول ايه؟ كبار الاهلي يتمسكون بالقلعه الحمراء، وده طبيعي جدا وفعلا اكيد هم بيتمنوا وبيتمسكوا باستكمال مسيرتهم مع النادي الاهلي، رفضوا الاغراءات الخارجيه ووافقوا على التجديد لناديهم. باذن الله قريبا ينتهي هذا الملف، هنشوف امتى هينتهي طبقا لرؤيه المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني بالطبع يعني. نروح للوفد، وعاملين تقرير في الحقيقه يعني بيهاجموا فيه قوي الدكتور خالد محمود، وانا متفهم قوي الجزئيه دي يعني. في بعض من الجماهير دي ممكن يكونوا زعلانين ان ايه يا عم الاصابات على طول عندنا اصابات، والاصابه بتتجدد والاصابه مش عارف ايه، طب الجهاز الطبي ودايما بيبقى فيه هجوم على الدكتور خالد محمود. لكن خلينا نتكلم بصراحه، الاصابه بتبقى قضاء وقدر، بيبقى فيه برامج، وعايز اقول لحضراتكم في المقابل بيبقى فيه بعض الاصابات وبترجع سليمه زي الفل وبتشارك في التدريبات، لكن هي دايما بتبقى على حسب عضله كل لاعب، البرنامج ماشي ازاي، مواعيد النزول للملعب. في الحقيقه الجهاز الطبي كان ماشي بالبرنامج المحدد بمواعيد الجري حول الملعب، البرنامج التاهيلي الخاص والعلاج الخاص باللاعب، الامور كانت ماشيه بشكل كويس. لكن لما تم عرض حاله متولي على استشاري الماني قال لي يا جماعه هو محتاج فتره اطول من كده، تقريبا 3 أسابيع عشان يبقى فيه التئام كامل للعضله الخلفيه. هو عنده مزق، المزق ده مش سهل، بياخد وقت في الحقيقه، لكن مش عايزين دايما يعني نهاجم الدكتور خالد محمود، وان بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ هو وراء استمرار طبيب الفريق، فكده يعني ايه اللي انت عملته ده يا كابتن سيد؟ لا، الامور مش هتبقى كده يا جماعه، ده بيبقى قضاء وقدر. الراجل ده محترم جدا، عارف شغله كويس قوي قوي، دكتور خالد محمود طبيب مميز جدا، عمر ما النادي الاهلي هيسيب حد هيضره، بالعكس النادي الاهلي بيستفاد من دكتور خالد محمود بشكل كبير، لان هو راجل في المكان المناسب. في الحقيقه ممكن بعض الاحيان يبقى في قرارات غلط تاخدها، بتحصل ما فيهاش مشكله، ما فيش حد ما بيغلطش، ده طبيعي، ما بقولش ان هو ملاك يعني، لكن مش دايما مع اي اصابه نقول ان الراجل ده متسبب في الاصابات وكلام من ده يعني. عاملين تقرير كبير جدا، الجماهير تسائل عن دور جهاز كرايو ده اللي كان جه النادي الاهلي، ليه دور كبير طبعا، لكن ده ما بيمنعش يا جماعه الاصابات، ده بيعجل من عمليه الاستشفاء السريع.
يعني ده مش بيعالج اصابتك. يعني انت لو عندك شد او مزق زي حاله متولي كده في العضله الخلفيه، لو دخلت الجهاز ده مش هيعالجك، مش هيخليك حصان وتنزل تجري الملعب، لا. ده الجهاز ده خاص بالاستشفاء بعد التدريبات وبعد المباريات بس. فان شاء الله الفتره الجايه الاصابات تقل باذن الله، وهي قلت كتير عن الفتره اللي فاتت. مش معنى كده ان احنا يعني بنقول ان ده عادي وده طبيعي، لا، احنا عايزين دايما ما يبقاش في اصابات في صفوف النادي الاهلي عشان الجهاز الفني يقدر يشتغل باريحيه وبكل الاوراق المتاحه ليه في النادي باذن الله. نروح للدستور وملف اخر وقضيه اخرى، بيقول لك ايه؟ استشاري نفسي وتصعيد المتميزين ضمن خطه لمواجهه هروب الناشئين. كان في يعني لاعب اسمه مصطفى هشام كده هرب واتكلم وقال كلام غير منطقي وغير حقيقي، لان اول مره نسمعه يعني من لعيب جوه النادي الاهلي. هو الراجل بيطلع اي حجه يعني لهروبه، فالناس بقى استغلوا الفرصه ان هم يعملوا تحقيق في الموضوع ده، وان في استشاري نفسي ممكن يبقى في استشاري نفسي بالمناسبه، بس ده عشان يهيئ اللاعبين نفسيا للمباريات، يعني يبقى في دور مهم، الدور النفسي بيبقى موجود يعني. فمالهاش علاقه بموضوع هروب الناشئين. احمد الشيخ يطالب فايلر بتحديد مصيره مع الاهلي، هو احمد الشيخ اللي يحدد مصيره واجتهاده في التدريبات وتالقه في المباريات والفرص لما تجيله. للاسف احمد الشيخ بعض الاحيان بيجيله فرص ما بيمسكش فيها، رغم ان هو لعيب عنده قدرات فظيعه، لكن دايما بينقص احمد الشيخ. وانا بحب اتكلم بصراحه التركيز القوي اللي يساعده ان هو يبقى متواجد في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي يعني. لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، لان اللعيب عنده قدرات عاليه قوي. الشروق وبتقول ان نيدفيد يدخل حسابات الاهلي في يناير. عايز افتكر بس الشروق اللي كانت كتبت ان نيدفيد بره الاهلي في يناير ولا صحيفه ثانيه، هحاول افتكر لحضراتكم. لكن في كل الاحوال كان في البعض يقول لك ايه، ان نيدفيد بره الاهلي في يناير وهيروح اعاره عشان يتم يعني تهيئته للعوده للنادي الاهلي ويستعيد مستواه وكلام من ده. فبيقول لك دلوقتي بعد اصابه حمدي فتحي وقبليه محمد محمود، فكريم نيدفيد بقى في الصوره. طبيعي ومنطقي بغض النظر حتى عن الاصابات دي، كريم نيدفيد بقدراته الكبيره اللي شفناها مع الفتره اللي فاتت قبل الاصابه اكيد هيكون ليه دور في النادي الاهلي، خصوصا ولازم نركز على الجزئيه دي، ان كريم نيدفيد مقيد محليا، وانت عندك اثنين هتستبدلهم لو انت هتجيب صفقتين. هو هيبقى فيه صفقتين بس، يعني هتستبدل اثنين. رقم واحد محمد محمود مش هتستفاد منه خلاص، رقم اثنين لسه ما تحددش، لكن مثلا في بعض اللاعبين ممكن ما يكونوش بيشاركوا، بعض اللاعبين ممكن ما يكونش مقتنع بيهم مستر فايلر، فبالتالي كريم نيدفيد موجود. يعني كريم نيدفيد مكمل الموسم مع النادي الاهلي. طيب نروح للوطن. الاهلي يبحث عن وديات مع المظاليم ويرحب بتاجيل مواجهه النجم. موضوع مواجهه النجم ده كان في اخبار طالعه ان النجم عايز يلعب المباراه بدل يوم 29 تبقى يوم 30، فبالتالي النادي الاهلي مش معترض على الموضوع ده لو في اتجاه، لكن طلع تصريحات من المدير التنفيذي النجم الساحلي ان المباراه في ميعادها وفي ملعب رادس يوم 29 مفيش اي نيه للتاجيل، لكن النادي الاهلي ابدا مرونه يعني ان لو في تاجيل يوم 30 بس قولوا لنا بدري يا جماعه عشان نظبط نفسنا. الموضوع متولي اتكلمنا فيه، اجاي وازارو تخلفان على مرام موجودين، واحد النهارده واحد بكره، ازارو النهارده اجاي بكره، وتعديلات في قطاع الناشئين ده على حسب رؤيه لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، هنشوف يعني خلال الفتره اللي جايه. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها. يلا سوبر كورة، وائل جمعة يحث حمدي فتحي على الإصرار والمثابرة. الوطن سبورت، في الأهلي مصائب حمدي فوائد لدبابة مالي. مبتدا، ريني فايلر يبحث عن بديل حمدي فتحي. اليوم السابع، طلاع الجيش يخاطب الأهلي لإقامة مباراة ودية في 18 نوفمبر. 1-3 الصفقة المستحيلة، رمضان صبحي يرحل عن الأهلي لثلاثة أسباب. نبتدي بسوبر كورة، واللي قالت إن كابتن وائل جمعة طبعا النجم التاريخي للنادي الأهلي المدافع الأسطوري حس حمدي فتحي على الإصرار والمثابرة من خلال تويتة كتبها بعد إصابة اللاعب. قال له زي ما قدرت تكون لاعب مهم في الاهلي وزي ما قدرت تثبت نفسك بسرعه في المنتخب، فالاكيد هترجع وقوي بالاصرار، او هترجع اقوى بالاصرار والمثابره ان شاء الله تعالى. مسانده معنويه مهمه قوي من نجم كبير زي الكابتن وائل جمعه. الوطن سبورت بتقول ان في الاهلي في مصائب حمدي
فوائد لدبابه مالي. يعني بيقولوا ان حمدي فتحي طبعا كان من العناصر الاساسيه بجوار عمرو السوليه، فلما اتصاب وكمان اصابه محمد محمود قبليه، فكده الفرصه عند اليو ديانج نجم المنتخب المالي الاولمبي ونجم النادي الاهلي ان هو يكون متواجد بجوار عمرو السوليه. واكيد الفرصه موجوده سواء لاليو ديانج لحسام عاشور، ربما كريم نيدفيد لما يرجع كمان، فكلها على حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني يعني في الحقيقه. لكن اليو ديانج لعيب كبير وللاهلي باذن الله هيستفاد منه ان شاء الله. موقع مبتدا، ريني بايلر يبحث عن بديل حمدي فتحي. عندنا الحمد لله بدايل، يعني عندنا هو ده خبر بيبقى برضو من ضمن الاجتهادات يعني شويه، لكن احنا عندنا في عمرو السوليه، حسام عاشور، اليو ديانج، في كريم نيدفيد، في احمد فتحي بيلعب في المكان ده، في رامي ربيع بيلعب في المكان ده، فعندنا يعني وفره في وسط الملعب. صلاح جمعه على فكره بيقدر يلعب كمان المكان ده. نروح لليوم السابع، وبيقولوا ان طلع الجيش يخاطب الاهلي لاقامه مباراه وديه في 18 نوفمبر، ويعني مباراه من ضمن المباريات الاستعداد لاستئناف بطوله الدوري، لسه النادي الاهلي ما خدش قرار في الموضوع ده. 1-3 وعاملين تقرير عن رمضان صبحي وان دي الصفقه المستحيله. ليه؟ في ثلاث اسباب. السبب الاول بيقول لك ان مستوى تطور وتوهج بشكل كبير جدا، فده برضو منطقي في الحقيقه، يعني مستوى ما شاء الله رمضان صبحي الفتره الحاليه، في عروض قويه تزاحم الاهلي بقدرات رمضان وبامكانيات رمضان، طبيعي ان هيجي له عروض يعني طبيعي جدا. وبطوله افريقيا تتسبب في ارتفاع قيمته التسويقيه. يعني الكلام دايما بيبقى سابق لاوله في موضوع رمضان صبحي، يعني الناس طبعا نفسها ان رمضان يكون موجود وكلام من ده كلنا يعني يكمل مع النادي الاهلي. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، قصه استكمال رمضان صبحي او تجديد عقده او شرائه بشكل نهائي ده هيتوقف على رغبه اللاعب نفسه، دي افكاره ايه او عقليته او هو بيفكر في ايه، عايز يرجع بره يكمل ولا عايز يكمل مع النادي الاهلي، على حسب. ولسه بدري على الموسم يعني، الكلام سابق لاوانه شويه في موضوع رمضان صبحي، لكن في الحقيقه هم قالوا ثلاث اسباب منطقيه يعني. لكن النادي الاهلي لو عايز يشتري رمضان صبحي وده يكون بيتوافق مع رغبه اللاعب مع نهايه الموسم، اكيد ان شاء الله النادي الاهلي هيخلص باذن الله في اللاعب يعني، وكلها امور تفاوضيه، وارد ان هي تنجح وارد ان هي تفشل، مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، اما نشوف اخر الموسم ايه اللي هيحصل باذن الله. لكن هو مش ماشي في يناير طبعا لان عقده سنه اعاره، لان البعض بيقول لك ان هو ممكن يمشي في يناير، لا ده طبعا مش مطروح اطلاقا يعني. اخبار محليه وعالميه يلا. بوابة الاهرام، محمد صلاح ينتظم في معسكر المنتخب الوطني ببرج العرب. سوبر كورة، حسام البدري يعلن حالة الطوارئ في معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة كينيا. الجمهورية اونلاين، اتحاد الكرة يستقر على سفر حمدي فتحي للعلاج بألمانيا. مبتدا، حسام البدري يرفض استدعاء بديل لحمدي فتحي. بوابة الوفد، مدرب منتخب مصر الاولمبي يشيد بمجهود اللاعبين خلال مباراة الفراعنة وغانا. بوابة أخبار اليوم، سر فوتة حارس مرمى غانا المسحورة. اليوم السابع، شوقي غريب يدرس إراحة مصطفى محمد وأسامة جلال أمام الكاميرا. بوابة فيتو، شوقي غريب يرفض احتفالات اللاعبين ويتمسك ببرنامجها اليومي استعدادا للكاميرا. البوابة سبورت، طبيب منتخب مصر كريم العرائي يعاني من كدمة في الركبة وأشعة لتحديد فترة غيابه. الفجر الرياضي، إشادة دولية لوزير الرياضة والجبلية بنجاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة. بطولات، تريزيجيه لا يمكنك الاستسلام في الأهلي، لقد وضعوا لي الأساس في كرة القدم. في الجول، كشف تفاصيل شجار ستيرلينج وجوميز حاول جذبه من رقبته. كوره، ريال مدريد يظهر في خطه نيمار للعوده الى برشلونه. طيب اخبار كتير سواء محليا او عالميا، علقنا على بعضها في البدايه في الحقيقه، لكن هعلق بشكل اكبر من خلال ضيفنا العزيز اللي هينورنا في الاستوديو النهارده، الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير. بعد الفاصل هيكون معنا، استنونا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري
والنجم الرياضي الساحلي التونسي. شباب كأس افريقيا مبروك 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 لقاء تحكيم الارقام القياسيه. الاستاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. نورنا دايما. ربنا يخليك منور بيك. عندنا ملفات كتير في الحقيقه عايزين نتكلم فيها سواء المنتخب الاولمبي النادي الاهلي المنتخب الاول كمان. خلينا نبتدي بالمنتخب الاولمبي لان ده الحدث الابرز خلال الفتره الحاليه وفوز امبارح كان غالي جدا على منتخب غانا وفي جوانب كتيره جدا اتغيرت فنيا سواء على مستوى الجهاز الفني او على مستوى اللاعبين كمان في المباراه. شفت المباراه ازاي امبارح ورايك ايه في اللي حصل؟ والله شفتها ان الحماس قد يبدو احيانا اهم من التكتيك. حلو. يعني كلنا في الماتش ده كناش راضيين عن اداء منتخبنا خالص حاسين مش عشوائيه لكن مفيش تكتيك واضح للفرقه. الطريقه يمكن غريبه عن اللعيبه شويه. كابتن ابو خريب لسه بيحاول يحفظها لهم لكن للاسف ما كانش واضح في الماتش الاولاني. حتى ماتش امبارح برضو تحس ان لا في حاجه غلط. احنا بنلعب عندنا الشوط الاول بالتحديد الشوط الاول طبعا لكن امبارح شوط تاني الدنيا اتغيرت تماما وزي ما بقول لك حماس اللعيبه تفوق بكتير جدا على التكتيك في الملعب. قدراتك ان انت تقدر تعوض بعد ما كنت متاخر وتسجل تعادل وتجيب جون في اخر لحظه او في اللحظات الاخيره. دي حاجه ليها علاقه بطبيعه المصريين. يمكن يعني الناس امبارح كلها كانت على السوشيال ميديا بتتكلم ان المنتخب اتعدى من النادي الاهلي. لو اللاعب اللي جاب الجون برضه بالظبط اهلاوي طبعا احمد ياسر ريان والكلام دوت. فالحقيقه هي عدوى مميزه جدا عدوى جميله إيجابية. جدا ايجابيه جدا اتمنى ان كل منتخباتنا من الناشئين المنتخب الاول تسير عليها طبعا. لكن عايز اقول ان الحمد لله طبعا على المكسب كان مهم جدا خصوصا ان هو بيخلي عندنا فرصتين في السيمي فاينال او يعني ما بنلعب الماتش اللي هو بتاع نصف النهائي او النهائي ربنا كرمنا وكسبنا ونصعد نهائي فخلاص بنتاهل مباشره. لو لا قدر الله حصل مشكله في السيمي فاينال فيبقى عندنا مركز ثالث ورابع نقدر نشتغل عليه. فانا كنت شايف ان الماتش الحماس كان غالب على الناحيه التكتيكيه. كابتن شوقي غريب واللعيبه ادوا في قدره استطاعتهم. يمكن برضو في حاجه الجماهير امبارح كانت اكتر من الماتش الاولاني. اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي معظمها ما لعبش قدام جماهير بالشكل دوت الا فيما نظر. يعني في لعيبه من النادي الاهلي ونادي الزمالك اللعيبه اللي هي دايما بيبقى انديتها مشاركه في بطولات افريقيه وبيسمح لها الجماهير بالدخول. بعض اللعيبه بس هي اللي كانت متعوده على ده. فانا برضو كنت شايف ان اللعيبه كانت معذورين. الخطا امبارح بتاع محمد عبد السلام كان طبعا للاسف الحمد لله رب العالمين ان احنا النتيجه قدرت تتغير لان كان هيبقى خطا كارثي على المنتخب. كل ده بيتحط في عنصر اللي هو الخبره. اعتقد ان الاخطاء زي دي مع الخبرات عمر ما اخطاء زي دي هترتكب. هنقدر ان شاء الله نحقق نتائج افضل الفتره اللي جايه. بقول للعيبه رسالتي ليهم بقى ان انتوا حافظوا على المكاسب اللي حققتوها امبارح. حافظوا على الاداء القوي، حافظوا على الحماس اللي عندكم مع التكتيك المفروض نلعب بيه الماتش. شايف ان كابتن شوقي غريب لازم بقى الحمد لله احنا حققنا اول خطوه بان احنا نتاهل للسيمي فاينل. قربنا كتير من بطاقه الاولمبياد فلازم نهدى بقى نشوف. عندنا لعيبه ممكن تبقى مجهده فلازم اريحها. عندنا اصابات لازم يبقى عند لعيبه ثانيه. ممكن نعمل تغييرات في بعض المراكز اللي تحافظ لنا على ثبات منتخبنا وادائه في الملعب وفي نفس الوقت يبقى انا عندي ذخيره اقدر استعين بيها في السيمي فاينل ان شاء الله. الفرق ما بين مباراه مالي ومباراه غانا ايه؟ هل هو حماس بس اللي هو الفرق يعني ولا في جوانب تكتيكيه او في جوانب فنيه قدر يشتغل عليها الكابتن شوقي غريب يعني؟ طيب خلينا نتكلم على شقين. الشق الاولاني بالنسبه لي انا شخصيا هي مش جوانب تكتيكيه. مش تكتيكي. لا هو حماس. لكن الشوط الثاني لو حسبه تكتيكي التغييرات اللي عملها كابتن شوقي غريب. الشوط الثاني دي في الحقيقه الشوط الثاني الشوط الاول احنا بادئين نفس ماتش مالي. نفس الاداء نفس الريتم. في اخطاء في تمريرات كتير قوي بتتعمل. في حاجات بتظهر للعيبه وكانك لسه لعيب ما عندكش خبره مع ان اللعيبه دي معظمها زي ما احنا عارفين لعيبه كبيره. طبعا كبيره. وكابتن شوقي غريب محظوظ يمكن المدربين المحظوظين اللي عندهم لعيبه جاهزه بتلعب كلها فيرست تيم
ومشاركه مع انديتها، وخصوصا الغالبيه الاعظم منهم من الاهلي والزمالك من الانديه الثانيه كلهم لعيبه بتلعب اساسيه بشكل اساسي في منتخبها. وبالتالي انا شايف ان لا، ما كانش في تغيير تكتيكي خالص في الشوط الاولاني. الشوط الثاني التغيير التكتيكي بيحسب فقط في التغييرات اللي تمت. التغييرات اللي تمت ان انت تنزل احمد ياسر ريان وبعد ما كان صلاح محسن مش موفق وتقدر يجيب لك جون في الدقيقه الاخيره، وتعتمد على الكرات العاليه في الدقيقه الاخيره. دي ازمه، انا شايف ان هي ازمه كبيره قوي. احنا عندنا ازمه كبيره جدا في المنتخب. احنا النهارده للاسف في مشكله في بناء الهجمه عند منتخب مصر. وكنت اتمنى ربنا يشفيه محمد محمود يبقى موجود في نص الملعب. محمد كريم محمود كان بالظبط، او كريم نيدفيد طبعا. يمكن كريم نيدفيد كان بيبقى دوره الدفاعي اكبر من الشكل الهجومي، لكن محمد محمود كان هيبقى محطه مهمه جدا 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 في نص ملعب منتخب الاولمبي. الوحيد اللي كان هيقدر يستلم الكوره من الدفاع يقدر يوصلها للهجوم. فاحنا للاسف المنتخب الاولمبي افتقد محمد محمود في البطوله دي، خصوصا ان هو كان سبحان الله يعني طبعا النصيب والقدر. هو كان الراجل رغم انه ما لعبش في الماتشات الوديه الاخيره، لكن كابتن شوقي غريب قدر ان هو يضمه وكان موجود قبل الاصابه بالرباط الصليبي ما تحصل. فاعتقد ان في جزء برضه كابتن شوقي غريب عايزين نعذره فيه، ان هو للاسف يعني ما فيش لعيب. الاصابات طبعا موجوده. ما فيش لعيب قدر يعوض غياب محمد محمود وناصر ماهر. يمكن حتى ناصر ماهر لما كان صانع العاب والوحيد اللي قادر ان هو يبني لك هجمه كويسه، ان هو يربط ما بين الخطوط بالظبط. يعني هو طبعا عمار حمدي كان بيبقى دايما خيار ثالث بعد محمد محمود وبعد ناصر ماهر، لان عمار بيلعب على الاطراف افضل. بالظبط، يعني عمار تحس ان هو لو لعب على الطرف هيديك افضل من بلاي ميكر اللي هو في نص الملعب. فدي طبعا كانت مشكله بقدر يعني بعذره فيها. ويمكن الحاجه الكويسه امبارح ان قدر يعوض ده عن طريق الاطراف. شفنا قد ايه امبارح كان الجبهه بتاعت رمضان صبحي واحمد الفتوح كانت رائعه جدا، يمكن عملت اكبر شغل موجود امبارح. قدروا ان هم يعملوا خطوره كبيره جدا على منتخب غانا. اخطر جبهه عندنا هي الجبهه دي طبعا الحقيقه. هو فتوح ده لعيب كويس جدا، جبهه طبعا ممتاز. يعني احمد فتوح بصراحه كانت في ناس انتقدته لما انضم للمنتخب الاول ايام خفير اجيري. كان غلط ينضم للمنتخب الاول لان لسه لعيب صغير. بالظبط، لسه لعيب صغير وكان محتاج شوط. انما انا اعتقد ان بعد البطوله دي بالنسبه لاربع لعيبه تقريبا في المنتخب الاولمبي حتى الان هم بالنسبه لي سوبر ستار. رمضان صبحي، مصطفى محمد، احمد ابو الفتوح، ومحمد صبحي حارس المرمى. طبعا حارس. الحقيقه يعني انا عايز اقول ان محمد صبحي مقدم بطوله كويسه جدا، وكون ان انت تطلع الماتش الاولاني وحارس مرماك هو نجم المباراه، فاذا انت كان عندك مشكله كبيره قوي. اما امبارح برضه محمد صبحي بغض النظر عن الجون الثاني اللي حصل والكلام ده كله ما كانش ليه ذنب فيه طبعا. أكيد يعني. بالعكس ده هو يحسب له ان هو ما ارتكبش خطا وعمل ضربه جزاء كان ممكن يطرد فيها ويكلف فرقتنا كتير قوي. فاعتقد ان 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 كل الجوانب دي الاربعه دول يلعبوا منتخب اول الفتره اللي جايه مسرحه جدا، بجانب بقى ان احنا منتظرين ان شاء الله الفتره الماتشات اللي جايه سواء ماتش الكاميرا او ماتشات السيمي فاينل نقدر نكتشف لعيبه ثانيه. في حاجه بس كنت عايز اتكلم عليها بالنسبه لرمضان صبحي. رمضان صبحي بيثبت ان هو قائد فعلي وقائد حقيقي لمنتخب مصر. لعيب ما عندوش اي مشكله، ما بيهبش الفرقه اللي قدامه، ما بيهبش اي لعيبه قدامه. سنه صغير وعامل مباراه كبيره جدا امبارح. رمضان يمكن حطم لنا اسطوره امبارح، اسطوره دايما كانت بتتقال ان دايما الافارقه اقوى في الالتحامات، الافارقه اقوى بدنيا، الافارقه دايما متفوقين علينا في الناحيه الجسمانيه. رمضان صبحي دمر كل الاساطير دي. ادي الكوره طبعا كنا بنتكلم عليها. ما شاء الله يعني في الحقيقه. صحه ما شاء الله، قوه بنيانيه، قوه جسمانيه هايله جدا. ما شاء الله طبعا اداء عالي جدا. بص الاثنين احنا بنقعد نقول يا استاذ طارق ان احنا التخوف من واجهه الفرق الافريقيه القوه البدنيه اللي عندهم. بالظبط كده. رمضان صبحي بيحط اسطوره الكلام ده. ما شاء الله كل الالتحامات اللي كانت مع رمضان صبحي امبارح كان بتتفوق فيها بنسبه 100%. كل الكرات اللي وصلت رمضان وكان فيها اشتراك مع لعيبه من منتخب غانا. بص في ماتش مالي كمان كل الاشتراكات بتاعت رمضان صبحي كانت الاستحواذ بيبقى ليه بنسبه 100%. عايز اقول في ماتشات في الدوري وفي السوبر حصل فيها طبعا اكيد طبعا لقطات شهيره جدا مش هنقدر ننساها يعني. عايز اقول ان رمضان صبحي المستوى اللي فيه دلوقتي او الصوره اللي ظهر عليها دلوقتي لازم بندين بالفضل فيها لمستر ريني فايلر. لرينيفايل طبعا. ليه بقى؟ لان هو اللي وصل رمضان للمرحله دي. رمضان قبل المرحله دي كان فين؟ رمضان قبل المرحله دي كان فين؟ كان بعيد شويه يعني. طبعا كان بعيد شويه وبعيد كتير. يعني حتى ما رمضان جه للنادي الاهلي في يناير اللي فات ادانا الحماس اللي كنا بنتكلم عليه، انما القوه والاراده والتهديف والكلام ده كله رمضان صبحي
اتغير تحت تحت رني فايلر لانه بقى قريب من منطقه الجزاء. صح. رمضان صبحي كان دايما واخد وبيشتغل عليها، لكن لما قرب منطقه الجزاء مسجل ما شاء الله في بطوله الدوري اجوان، مسجل في هنا، ودي دايما بيبقى شغل المدرب اللي بيتعامل دايما مع اللعيبه. يعني انا عايز اقول لك مثال، بصمه مدرب يعني. طبعا بصمه مدرب. يعني مثال بسيط جدا، لو اتكلمنا عن صلاح مع مورينيو وصلاح مع كلوب، فرق كبير، فرق كبير جدا. لو اتكلمنا عن رحيل رحيم ستيرلينج قبل ما كان في ايام في ليفربول ودلوقتي مع بيب جوارديولا، طبعا ساديو ماني نفسه لما كان بيلعب في ليفربول في ساوثهامبتون قبل ما يجي ومع يورجن كلوب بقى حاجه ثانيه خالص. طبعا. عشان كده احنا بنقول لمستر الفايرل شكرا ان انت وصلتنا رمضان للمرحله دي، قدرت تخلي رمضان واحد من اهم اللعيبه مش في المنتخب بس لكن في افريقيا على مستوى الاعمار، على مستوى 23 سنه تحت 23 سنه. واعتقد ان رمضان ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيبقى ممكن في مشكله للاسف ممكن تحصل للنادي الاهلي ان سعره هيعلى كتير في الفتره اللي جايه. يعني انا متوقع ان رمضان بعد البطوله دي وربنا كرمنا ووصلنا اولمبياد طوكيو، اعتقد رمضان هيبقى له شان كبير جدا وهيبقى في حته ثانيه خالص. بس ده هيبقى امر منطقي يعني ان سعره طبعاً يزيد، او ان اللاعب اصلا مش هنقول اللاعب ما تتالقش عشان تكمل. لا طبعا يعني. لا طبعا طبيعي لازم يعمل كل اللي عليه. انا بتكلم ان ده كمان يعني يحسب للنادي الاهلي طبعا. يعني كون ان انت تجيب رمضان من الدوري الانجليزي وترجعه ثاني ويبقى عندك ايمان وثقه ان رمضان مش اي حد موجود ولعيب عنده قدرات هتقدر انت تستنفرها وتطلعها في اي وقت. طيب بيحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، بيحسب ان هو تعاقد مع رمضان رغم ان كل الناس كانت مستصعبه جدا الامر وكانت قايله ان انتوا دفعتوا كتير قوي في رمضان صبحي عشان تجيبوه للنادي الاهلي لمده 6 شهور، ومع ذلك النادي الاهلي اصر انه يمد الاعاره وعملها سنه كمان. فبنقول لهم شكرا ان باصراركم على ان رمضان يكمل في النادي الاهلي وبان مستر فايلر موجود على راس الاداره الفنيه في النادي الاهلي وصل رمضان صبحي لهذا المستوى مع منتخب مصر. لعيب مهم جدا رمضان صبحي، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر الاول كمان، سواء الاولمبي او المنتخب الاول. بس انا عايز اسالك سؤال في كم جزئيه كده في المنتخب الاولمبي. ليه يعني الفكره، انا كنت بتساءل على الجزئيه دي، ليه مش عبد الرحمن مجدي اللي بيبتدي تبقى عدلته مكان صلاح محسن؟ ليه صلاح محسن بيلعب مكان مش في مكانه ومش عدلته كوينج؟ هل ده ان انا لازم ابتدي بصلاح محسن ومصطفى محمد، ولا فيها عيب ان انا قاعد حد فيهم؟ يعني دي المشاكل اللي احنا انت اكيد لاحظت يا استاذ طارق امبارح لما نزل عبد الرحمن مجدي كان في اداء مختلف. طبعا طبعا الدنيا كانت مختلفه تماما. ما دي الحاجات اللي انا بقول لك عليها، اللي هو الكابتن شوقي غريب ما كناش بنشكره عليها في الشوط الاولاني وبنقول له شكرا في الشوط الثاني. بالظبط. ان هو قدر يلاحظ الحاجات دي وانه قدر ياخد باله منها. اعتقد ان احنا ما عندناش قالب، ما عندناش ثوابت، احنا عندنا اللعيب اللي هيديني في المكان ده حاضر انزله. بالظبط. مش لازم يبقى عندي ان انا ال11 موجودين هم دول ال11 اللي ببدا بيهم كل ماتش والكلام ده كله، ولما اجي اتزنق ولا اتاخر ولا الكلام ده كله ابدا ادور على ان انا اجيب حد اشوف لعيب ثاني والكلام ده كله. اعتقد ان دي فيها عدم مرونه تكتيكيه من كابتن شوقي غريب. محتاج ان هو وجهاز المعاون يقعدوا مع بعض ويشوفوا ازاي نقدر نتغاضى عن كل المشاكل او كل الازمات اللي حصلت لنا في الماتشين اللي فاتوا. في الماتشات اللي جايه يعني بعيدا عن ماتش الكاميرون اللي هيتلعب في الجوله الثالثه، انا بالنسبه لي دي فرصه ان احنا نبدا بقى كل الحاجات دي اللي بنغيرها. يعني لو كابتن شوقي غريب عنده ثوابت يبدا بيها كل ماتش. بالظبط كده. كان نقطه برده. انت بتلعب البطوله على مرحلتين. البطوله المرحله الاولى انك تتاهل لسيمي فاينل. صح. المرحله الثانيه انك من سيمي فاينل تقدر تخطف بطاقه من الثلاث بطاقات للاولمبياد. فالحمد لله رب العالمين انت حققت وطلعت من المرحله الاولى بشكل كويس جدا وقدرت انت تحقق نجاح ماتشين مكسب 6 نقاط، فبقى اصبح عندك الماتش الثالث لا يمثلك اي شيء. خصوصا ان انت لو تحسبها حسبه مستويات فنيه بعيدا عن المجموعه الثانيه، سواء كان يمكن انا كنت سايب قبل ما نخش على الهواء كنت سايب 1-0 لجنوب افريقيا طبعا كده بقت متصدره المجموعه ب4 نقاط على ساحل العاج. طبعا بالظبط. طبعا كوت ديفوار طبعا كان مفاجاه بالنسبه لنا. فانت دلوقتي ما بتلعبش بقى منتخب قوي ومنتخب قليل، انت بتلعب المنتخب اللي انت شايفه ان هقدر افوز عليه واتفوق عليه ولا لا. ايا كان بقى زامبيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، كوت ديفوار، انا المفروض ان انا ابدا اشتغل اراقب كل المنتخبات الثانيه وابدا اشتغل عليها. خلاص ماتش الكاميرون النهارده انت تاهلت، ابدا بقى غير، ابدا تعمل الشغل او الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. مش لازم الثوابت بتاعتنا ان مصطفى محمد يبقى بادئ قدام صلاح محسن يبقى بيلعب طرف، خصوصا ان صلاح محسن في الماتشين اللي لعبهم على الطرف ما ظهرش. يعني ما ظهرش. انت عارف حتى يا استاذ طارق لو هو بيلعب على عدلته مثلا مكان رمضان صبحي ما ينفعش تقعد رمضان صبحي. طبعا طبعا ما ينفعش. بس لو هيجيد بشكل اكبر. بالظبط كده. بدل ما يلعب الناحيه بالظبط كده. يعني انا لا شايف انه لازم يحاول يعمل روتيشن في التكتيك جوه الملعب. يعني في التغييرات للاماكن
مش تغييرات روتيشن ان هو يبدل لعيبه ويعمل تغييرات الاماكن. احط ده بالظبط، ممكن احط صلاح محمود خصوصا برده استاذ صاري ان انت لما نزلت احمد ياسر ريان مع مصطفى محمد اه طبعا عندك كثافه عدديه، اثنين روس حربه صراحه بيلعبوا الكلام ده كله، وانت عندك لعيبه قدرات صلاح محسن بالزبط. لو هو ومصطفى محمد لو صلاح محسن لاعب راس حربه بنفس المكان اللي لعب فيه احمد ياسر ريان في نهايه الماتش كان صلاح محسن سجل مليون في المية، كان سجل وكان جاب اجوان يعني. بس للاسف ده محتاج طبعا من كابتن شو غريب ان هم يدرسوا الماتشين اللي فاتوا سلبياتهم ايجابياتهم، يقعدوا مع بعض ان شاء الله ويطلعوا لنا بحاجه كويسه. طيب على سيمي فاينل انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. المنتخب الاولمبي فيه مجموعه من اللاعبين المصابين اللي اثروا بشكل او باخر على اداء المنتخب، يعني عندك مثلا بدايه محمد محمود، كريم ندفت، بعديهم طاهر محمد طاهر، عندك محمود مرعي، عندك بعض اللاعبين والنصر ماهر طبعا. لو الخمسه سته دول موجودين من بدايه البطوله مع الكابتن شوقي غريب، هل كنا هنشوف نفس الشكل التكتيكي ولا الظروف اللي فيها المنتخب هي اللي اجبرت الكابتن شوقي غريب على هذا الشكل التكتيكي؟ والله ولا هي فلسفه؟ بص احنا مش عايزين نقول فلسفه عشان ما نظلمش برضه يعني، عايزين فلسفة نتكلم فلسفه مدير فني. انا مش بنتقد انا بقول فلسفه. هو فلسفه مدير فني ان انا ابدا بالفكر اللي انا عايز اعمله وسخر كل العناصر اللي تقدر تنفذ لي فكره. حلو قوي حلو قوي. يبقى النهارده في تقصير او في قصور. القصور بيقول ايه؟ لو اللعيبه دي موجوده اعتقد ان كانت هيتغير، خلينا نتفق ان اللعيبه دي كان التكتيك هيتغير تماما. كنت هتلاقي فعلا الدنيا مختلفه عكس الماتشين اللي احنا شفناهم. على الاقل حتى في موضوع الجماليات يعني لما يبقى في مثلا شكل جمالي في الملعب كنت هتلاقي الفرقتين الفرق اللعيبه اللي هي الغايبه دي كانت هتاثر في شكل الفرق. لكن انا مهمتي بقى كمدير فني ايه؟ انت عارف زي ما كده ما بتروح لحد مثلا عايز يصلح لك حاجه في عربيتك او حاجه والكلام ده كله، بتروح في واحد قطعه الغيار بيشيلها ويحط غيرها، واحد تاني يبقى عنده حلول ابداعيه. النهارده لازم كابتن شوقي غريب يبقى عنده حلول ابداعيه ان انا ازاي اطبق التكتيك بتاعي على العناصر اللي موجوده عندي، ابدا انا اشوف مين هيديني في الحته دي ايه ومين هيلعب في المكان دوت ايه، مع الاحتفاظ بكل اللعيبه الثوابت اللي عندي اللي هم ما اقدرش استغنى عنهم في الفرقه. فانا شايف ان لا في بعض القصور، مش عايز نقول قصور، ولكن في بعض الحاجات اللي محتاجه حلول، محتاجه حلول ابداعيه. يعني كابتن شوقي غريب مجبر ولا مش مجبر على اللي هو بيعمله او على الشكل التكتيكي اللي بيلعبه؟ لا انا رايي الشخصي انه مش مجبر. مش مجبر لا. يقدر يوظف لعيبه في اماكن ثانيه، ودليل على كده ان احنا كنا لسه بنتكلم في موضوع صلاح محسن. بالظبط. ما صلاح محسن لو توظف في مكان غير المكان اللي بيلعب فيه دلوقتي اكيد هيديك اللي انت عايزه. انت ما نزلت احمد ياسر ريان راس حربه صريح واعتمدت عليه ان انت هتلعب له كور عاليه، خصوصا ان احنا كمان عندنا مشكله في موضوع الكرات العاليه، منتخب مصر دايما شكله ما كانش بيعتمد على ده. يمكن احنا تخلصنا في الفتره الاخيره من موضوع ان احنا نلعب كرات عاليه من ورا لقدام. قلنا ان مفيش محمد محمود موجود، مفيش ناصر ماهر موجود والكلام ده كله، بس ممكن اقدر يعني امشي الفرقه بحيث ان انا اخلي حد في نص الملعب يقدر يوصل الفرقه. بقول لحضرتك يا استاذ صالح، انت لو عملت تعديل صغير من وجهه نظري متواضعه، انا مش كابتن شوقي غريب، كابتن شوقي غريب طبعا حاجه كبيره جدا في التدريب يعني، لكن انت مثلا واحد زي عمار حمدي انت حطيته مكان ناصر ماهر لما اتصاب، ايه اللي هيحصل لو حطيت صلاح محسن؟ هتقول لي ازاي كمهاجم تاني تمام او كشادو سترايكر مع تبادل المراكز ما بينه وبين مصطفى محمد مثلا؟ مصطفى محمد تستفاد منه في بعض الاحيان كمحطه وتستفاد منه كمهاجم بالزبط. بيخلص ما شاء الله عليه رغم ان الفوت ورك عنده بره المنطقه شويه ضعيف تمام، وتحط عمار كوينج هتستفاد اكبر. انت عارف لو ما كانش عندنا لو كان عندنا بديل يقدر يعوض رمضان صبحي في الناحيه الشمال كنت قلت لك رمضان صبحي يلعب مركز صانع العاب. صانع العاب رمضان صبحي ايام جريده كان بادئ يعني بعد ما كابتن ابو تريكه اعتزل والكلام ده كله كان دايما مشكله النادي الاهلي في نص ملعبه كان دايما عنده مشكله فيها. اعتقد رمضان صبحي ايام جريده لاعب صانع العاب وكان مؤدي بشكل كويس جدا جدا رغم ان كان صغير في السن. انا افتكر ماتش نهائي الكونفدراليه عمل ماتش من اروع ما يكون، كان بينزل رمضان يستلم الكوره من تحت، ما كانش بيلعب ساعتها جناح، بيستلم الكوره من عند الدفاع ويبدا يشق بيها في الملعب والكلام ده كله، حتى كل الناس كانت موجوده ساعتها بتقول لك ان ده خليفه ابو تريكه. يعني رمضان صبحي كان في نفس مركزه كان بيلعب. فالقصه ان انت لا لازم تبدل، لازم تغير، لازم تشوف اللعيبه اللي تقدر تديك في الكلام ده كله. وانا متفق معاك طبعا في الكلام اللي انت قلته تماما. بس خلينا يعني نعترف برضو ان رمضان صبحي طبعا بيتالق في المكان اللي هو فيه دلوقتي طبعاً. ما اتغيرش هو ما انا بتكلم ايه، انا ما قلت ان في ثوابت الثوابت دي لازم نحافظ عليها. وقلت لك ان لو كان في بديل لرمضان لكن للاسف ما عندناش بديل لرمضان. متوقع ان الكابتن شوقي غريب يستمر بالشكل اللي ابتدى بيه الماتشين ولا هيغير ويبتدي بالشكل اللي انهى بيه مباراه امبارح؟ توقعي الشخصي انه مش هيغير مش هيغير مش هيغير لكن امنياتي ليه مش هيغير؟
لان لو كان غير في احنا امنياتنا كلنا انه يغير مش هقول لك عليه مش هغير لان واضح ان لو كان غير كان غير في الماتشين اللي فاتوا مش هاجي اغير انا في خلاص هو شايف ان حتى دايما انت ايه في حته المينتاليتي بتلعب دايما على الايجابيات اللي عندك هو بالنسبه له ان 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 حقق فوزين بنفس الطريقه فهيكمل بنفس الطريقه حتى لو في بعض الانتقادات او في بعض المشاكل اللي بتقابل الفرقه لكن هو كسب وحقق 6 بونت في اول ماتشين فظني ان كابتن وريد هيلعب بنفس الطريقه الماتش بس في ازمه احنا هنواجهها ممكن البعض ما يكونش واخد باله منها خلال الماتشات اللي جايه واللي بتتمثل في ايه اللي هي ان خلاص اتعرف نقطه القوه على منتخب مصر فيه طبعا فالناس هتشتغل عليها هتقفل لك الجبهه بتاعت رمضان مفتوح خلاص طبعا انت هتحل ازاي بقى للاسف هيحل حلول تقليديه بمعنى اللي هو التشنج اللي بيحصل ما بين الوينجين ان انت هتودي رمضان يمين هل دي حلول ايجابيه لا طبعا انا بقول لك حلول تقليديه حلول تقليديه ان انت دايما هي احيانا بتصيب يعني احيانا الـ 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 بس نسبه الاصابه بتبقى اقل شوية. طبعا بتبقى اقل لان كل واحد يعني رمضان يعني ما تكنش في حد حافظ الجزء بتاع الجبهه الشمال دي في منتخب مصر قد رمضان صبحي لا طبعا ما حدش هيقدر يعوض ولا حد خالص في مصر كلها بالظبط في مصر كلها مش منتخب مصر مش في النادي بس فبقول ان هو للاسف هيستمر بنفس الشكل على اعتبار انه حقق انتصارين متتاليين ونتمنى لو في تغيير هيحصل يبقى على الاقل خالص يحصل في ماتشات السيمي فاينل في ماتشات السيمي فاينل فلو ليه ما يجربش الماتش الجاي تعديل الشكل التكتيكي الخطه يعدلها انا اعتقادي ان هو هيريح بعض اللعيبه في لكن بنفس الفكر هو عشان هيريح بعض اللعيبه هو واضح ان هو محفظهم نفس الطريقه دي بيلعبوا بيها فمش هيجي يغير فيها لكن ممكن يغير في بعض المراكز ان هو يريح لعيبه ويدخل لعيبه ثانيه يعني. طيب عايز اتكلم برضو عن المنتخب وبالتحديد الجهاز الفني يا استاذ طارق يعني ناس كتير لاحظت ان في عصبيه زايده شويه من جهاز الكل بيتحرك على الخط الكل بيوجه هل ده ممكن يكون بيدي شكل حماسي زائد عن اللزوم بالنسبه للاعبين بيأثر عليهم في الملعب لا هو بص ولا خلينا نقولها بطريقه ثانيه اتفضل الحاله المزاجيه دايما بتاعت اي مدرب بتنعكس على لعيبته جوه الملعب ازاي يعني لو انت مدرب هادي خلينا اديك مثال صغير جدا كل مصر او كل العالم شافته من 48 ساعه في الماتش الاخير بتاع السيتي وبتاع ليفربول كويس شفت بيب جوارديولا كان عامل ازاي كان متعصب جدا كويس حتى التنشنه اللي كان عليها بيب جوارديولا اتنقلت للاعيبه السيتي جوه الملعب ده اللي انا قصدي عليه فاحنا النهارده ما نبقاش مفروض يعني انا بقول لك اي مدرب بينقل الحاله المزاجيه بتاعته للعيب اللي جوه الملعب فلو انا ظهرت متعصب انا كمدرب لو ظهرت متعصب على الخط مليون في المية اللعيب بتاعي يبقى متعصب صح لو انا ظهرت ان انا عادي واظهرت وهادي وبتاع كتير من الريلاكس وان انا ابقى هادي والكلام ده كله اكيد ده برضه هينعكس على اللعيبه في الملعب زي لعيبه ايه هقول لك انا زي اللعيب اللي هو البلاي ميكر اللي دايما في اي فرقه حالته المزاجيه دايما هي اللي تتحكم في ادائه في الملعب كويس. يعني النهارده اللعيب المهاري اللي هو بيستعلك فرص ويقعد يرقص والكلام ده كله لو حالته المزاجيه مش كويسه مش هيديك اللي انت عايزه فانا بقول ان المدرب لازم يبقى اهدى كتير على الخط كابتن شوقي غريب واضح ان هو متعصب جدا واضح ان هو مشدود جدا بتنشن جدا والجهاز معاهم كمان يعني باين على كابتن معتمد باين على كابتن محمد شوقي واخد بالك باين ورياض باين ان هم متنشنين قوي بص للاسف الصوره غالبا انعكست يعني انعكست ازاي المفروض انا كجهاز فني انقل الحاله دي ان انا ابقى هادي للعيبه في الملعب صح. لكن حاله اللعيبه اللي كانت متوتره جوه الملعب هي واضح انها انعكست على الجهاز الفني يعني عكس حاسين ان هم بيديروا اللاعبين صغيرين في السن محتاجين دايما طول الوقت زعيق محتاجين تنبيه طول الوقت لعيبه صغيرين في السن لكن طبعًا. عندهم خبرات كبيره طبعا ده اللي بقول عليه انت ما عندكش لعيبه صغيره انت عندك لعيبه كبار ولاعيبه اساسيين في في في, في, في انديتهم وهم دول اللي انت بتقول ان بعد ما تخلص بطوله الامم الافريقيه بتاعت 23 سنه هيبقوا نواه للمنتخب الاول او كابتن حسام بدري يفترض ان هيضم منهم عناصر كتيره جدا طبعًا. فاذا العصبيه الكتيره والتعليمات الكتيره انا شايف ان هي مش مجديه انا شايف ان هي كل انعكاساتها على اللعيب جوه الملعب ان هي بتوتره بتخليه مش مركز بشكل كبير فارجوكم خلاص احنا وصلنا للسيمي فاينل اهدوا وتعاملوا مع اللعيبه على انهم لعيبه كبار ولعيبه فعلا يعني يستحقوا ان هم يحسوا بقيمتهم جوه الملعب
بدل كل شويه عمال ازعق وعمال اعمل والكلام ده كله. اعتقد ان الشد ده الشد ده طبعا ما انا بقول لك ان هو بيتنقل للاسف يعني الشد اللي عمال بيتنقل للعيبه جوه الملعب، فاتمنى انهم يبقوا اهدى من كده. مع ان هي بتبقى مدارس، كل مدير فني وليه طريقه يعني في اداره المباريات، لكن في كل الاحوال الهدوء هو اللي هيقودك لتحقيق الاهداف في كل الاحوال ان شاء الله. لكن طبعا عندنا جهاز فني محترم، كابتن شوقي غريب ومعاوني ولاعبين محترمين، بنشكرهم ان هم لحد النهارده طبعا محققين التارجت بتاعنا. يمكن انت حققت التارجت بتاعك، وصلت ل 6 بونت، وصلت سيمي فاينل، لكن لسه مستنيين الخطوه الاكبر ان شاء الله. الانتقاد بس بيبقى شويه عن الاداء طبعا، احنا بنبقى عايزين ده المنتخب يظهر بصوره كويسه، عشان واحنا عايزين ان ده طبيعي يعني، ده طبيعي جدا يعني، ده طبيعي جدا في الميديا. في ناس بس بتزعل شويه. لا لا ان شاء الله ما يزعلوش مننا. الناس بتزعل شويه. رايك ايه في الجمهور بقى امبارح؟ لان دي جزئيه مهمه قوي وعايزين نبني عليها ليه بعد البطوله دي. والله يا امير، كل مره بنقول كده، كل مره ببقى ضيف معاك، بس المره دي لازم نتكلم في موضوع الجمهور ده. يمكن والله بصراحه يمكن من اعظم الحاجات اللي حصلت امبارح. فعلا الجمهور كمان ايه، ان انت بقى عندك حس وطني، ان تبقى في الماتش الافتتاح اللي المفروض يبقى الناس ماليه في الاستاد بيجي بس 15000 او 20000، امبارح تتخطى 35000 متفرج. فالناس حابه قوي انها تروح الاستاد، الناس وحشه الملعب. وبعدين خلاص انت النهارده جربت مره في بطوله افريقيا، ما حصلش اي ازمه الحمد لله رب العالمين. في بطوله الافريقيا دلوقتي تحت 23 سنه برضو الحمد لله رب العالمين، الامور ماشيه بشكل كويس جدا. صح. والجمهور كان بيشجع بشكل مثالي. ليه، ايه المانع ان انا اطبق نفس الخطوات اللي باخدها في البطولات الافريقيه على ماتشات الدوري؟ ايه المانع من وجهه نظرك؟ والله انا دورت على 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 اسباب، للاسف مش لاقي. البعض بيقول لك التعصب ما بين الجماهير شويه. التعصب ما بين الجماهير يا جماعه، انا عايز اقول حاجه، ان احنا طول عمرنا في ايا كان ايام الاهلي ما كان بياخد بالسبع دوري ورا بعض او 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 8 دوري ورا بعض، 9 دوري ورا بعض، اللي كان بيحضر في الملعب هم 5000 متفرج، 6000 متفرج بس في الماتشات العاديه بتاعت الدوري. لكن في الماتشات اللي هي اللي بتبقى الكبيره وفي ماتشات افريقيا كان بيبقى موجود بكثافه كبيره طبعا. جدا. فال 5000 دول النهارده انا عندي 35 في ماتش افريقيا، وكان عندي 65 في البطوله الافريقيه الكبيره. هل انا ال 5000 دول ما اقدرش ان انا اسيطر عليهم، ما اقدرش ان انا اخليهم يلتزموا جوه الملعب؟ كل التجارب اللي حصلت بتقول ان النهارده الجمهور مستعد تماما ان يبدي مظهرا حضاريا داخل ملاعب مصر، وخاصه في استاد القاهره، وان الانديه فعلا بقت في حاجه الى جماهيرها. طبعا الكوره بقت بزنس بيتصرف عليها، وطبق كل النظم اللي انت عايز تطبقها، بيتصرف عليها 300 مليار دولار في السنه. فان اي دي وكل هذه يعني 300 مليار دولار في السنه امير، مبلغ كبير جدا جدا طبعا. والجمهور هو عنصر او من اهم العناصر الاساسيه اكيد اللي في كره القدم. فاتمنى ان شاء الله ان تكون كل الاجهزه المعنيه ودخول الجمهور الملعب عامله حسابها كويس جدا، ودرست كل الظواهر اللي موجوده، وان شاء الله نقدر نشوف الجماهير في المدرجات بعد البطوله باذن الله. الجانب التنظيمي رايك فيه حتى الان؟ رائع الحمد لله رب العالمين، انا مش شايف ان في اي مشكله يعني خالص. طيب اذا كده مش متوقن، ان شاء الله باذن الله المنتخب يفرحنا ونصعد لطوكيو 2020 وناخد البطوله باذن الله. ده اللي هيبقى ناقص لبطوله ناجحه حتى الان بالمظهر ده. واحنا كنا متاكدين بشكل كبير جدا من الجانب التنظيمي، كان شاكين شويه في الجانب الفني، وشكنا كان في محله في اول مباراه بالتحديد، الشوط الثاني في المباراه الثانيه. طبعا الحمد لله الدنيا اتعدلت شويه، وان شاء الله يستمروا على هذا المنوال اللي ختموا بيه مباراه الامس. يعني في الحقيقه نروح شويه للمنتخب الاول، وبعد كده نختم بقى بالنادي الاهلي. المنتخب الاول عنده مباراه مهمه قوي يوم الخميس الساعه 6 مع كينيا في مستهل المشوار الافريقي، التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا 2021 في الكاميرون ان شاء الله. شايف بعد الماتشين الوديين مع الكابتن حسام البدري الامور تبقى ماشيه ازاي خلال مباراه كينيا يعني؟ والله خلينا اتكلم بصراحه، ما عجبنيش خالص اداء المنتخب في الماتشين الوديين. طيب هل ظهور المنتخب بالاداء ده منطقي ولا غير منطقي؟ لا طبعا خلينا فني لا لا خلينا نعتبره ان هو منطقي. منطقي في ظل الظروف الحاليه. في ظل عدم وجود محترفين. في قياده فنيه جديده للمنتخب. لكن عايز اقول ايه، ان دايما البصمه بتبان مع اول ماتش حتى لو كان ودي. لكن النهارده الاداء كنا شايفينه ان هو عادي جدا وطبيعي جدا. كابتن حسام البدري يعني كلنا عندنا من الثقه ان هو فعلا يقدر يدينا اللي احنا عايزينه ويحقق طموحات الجماهير الكره المصريه بشكل عام. عنده دلوقتي، خلينا نتكلم ان في اثنين لعيبه جاهزين لك، محمد صلاح وتريزيجيه. يعني صلاح انا شاكك في جاهزيته. في 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 كلام ان هو صلاح ممكن ما يبداش او ممكن ما يلعبش، لكن على الاقل وجود محمد صلاح مع المنتخب حتى لو مقادر بدلاء بيديك
قوه كبيره جدا. اكيد تريزيجيه ما شاء الله في اعلى فورمه، جايب جونين ورا بعض في الدوري الانجليزي. بجانب بقى بقيه اللي يمكن للاسف خسرنا حمدي فتحي، لكن عايزين نقول ان بقيه العناصر كلها مكتمله. اتمنى كابتن حسام بدري يبدا يورينا بقى التكتيك اللي افتقدناه ايام خفير اجيري. يعني للاسف ايام خفير اجيري كنت تحس ان اللعبه كلها بتجري ورا الكوره. كنا بنكسب يعني، كسبنا 3 ماتشات في الدور التمهيدي في بطوله الامم الافريقيه، لكن للاسف ما كانش في باين اي حاجه خالص في الناحيه الفنيه او الجماليات بتاعه الكوره او الكلام ده كله. اتمنى ان كابتن حسام بدري، طبعا هو كابتن حسام بيعتمد دايما على الميكانيزم في اللعب، يعني يبقى عنده لعيبه بيفضل هو دايما لعيبه اصحاب المجهود الوافر يعني. فعشان كده انا بقول ان هو نتمنى الاول ان احنا نحقق هدفنا، ان احنا نوصل في بطوله الامم الافريقيه، لان بعد كده عندنا المهمه الاكبر لبطوله مونديال 2022. كل اللعيبه متوفره، معظم يعني ماتش كينيا برضه على ارضك، ما اعتقدش ان هو ماتش هيبقى باللي تسبب لك فزع او تسبب لك خوف اذا كان محمد صلاح هيلعب او مش هيلعب. صح. لكن انت عندك البدائل جاهزين، وان شاء الله اتمنى ان الصوره اللي ظهر عليها منتخبنا في الماتشين الوديين تتغير تماما في قدام كينيا باذن الله. يعني غياب لاعبي بيراميدز هيؤثر بشكل او باخر على المنتخب، وايضا اصابه حمدي فتحي شايف مدى تاثيرها ايه؟ انا شايف ان اصابه حمدي فتحي كارثيه طبعا. شايفها كارثيه بالنسبه للمنتخب، ومدينة للجزء بتاع النادي الاهلي برضه هنتكلم فيه. شايف انها كارثيه، لان انت عندك حمدي فتحي اللعيب اللي راهنت عليه في الماتشين الوديين، جاب لك الجونين كويس، يعني كل اللعيبه اللي كانت في الملعب تقريبا حلولها كانت خلصت، وكان حمدي فتحي هو الوحيد اللي نزل غير لك في الماتش. فده بيخليك لازم تحس ان عندك ازمه. الازمه دي هتتغلب بيها ازاي؟ هتتغلب عليها ازاي؟ ان انت لازم يبقى عندك البديل. اعتقد ان البديل الموجود فعدم وجود لعيبه بيراميدز بقت المشكله اكبر. المشكله بقت اكبر فعدم وجود لعيبه بيراميدز في منتخب مصر. فشايف ان الماتش هيبقى متصعب شويه، يعني مشكله غياب لعيبه بيراميدز. اكيد طبعا، لان عندنا عناصر اساسيه. طب ما هو حد ممكن يقول لك، طب ما هو طارق حامد، او عفوا حمدي فتحي غايب، في طارق حامد، في محمد النني، في عمرو السوليه، في احمد فتحي، في رامي ربيعه بيجيدوا في المركز ده. طيب رامي ربيعه بقى له كتير جدا ما لعبش في المركز دوت. صح. رامي ربيعه خلاص تقريبا بقى له كام سنه وهو بيلعب بيلعب في مكان المساك، وبالتالي ما كان مش موجود في نص الملعب. انا مش في مرحله ان انا اجرب. كويس. خلاص ما بقاش عندي الفرصه ان انا اجرب، خلاص انا النهارده داخل الجيم المفروض اطلع منه بنتيجه. النتيجه بتقول ان انا افوز في الماتش، لان خلاص انت بتلعب اول ماتش على ارضك وسط جمهورك، فنتيجتك الحتميه انك تفوز. وما دام الموضوع هيمشي بنقاط وتجميع نقاط وبتاع والكلام ده كله، يبقى لازم تعمل على الاقل سكور. تمام. ان انت بقى سكور طبعا. انت بتتكلم في منتخب مصر يا امير. يعني منتخب مصر مش خلاص، احنا بقى لينا اسم كبير قوي في القاره، بعيدا عن طول عمرنا لينا اسم كبير يعني. بعيدا عن للاسف عن الازمه اللي حصلت والمشكله اللي حصلت وخروجنا من دور ال 16 بطوله الامم الافريقيه، لكن احنا طول عمرنا كل المنتخبات الافريقيه بتهابنا، حتى لو هم في عز قوتهم دايما بيخافوا منتخب مصر. فانك لازم تخش على ارضك تكسب وتعمل سكور زي ما بقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله يا رب باذن الله ربنا معاهم. لكن زي ما بقول لك مش هيبقى فيه عنده نتيجه او مش ما عندوش اللي هو الوقت انه يجرب. خلاص انت بتتكلم على طارق حامد، هو ثابت عندك. انني للاسف بقاله فتره ما اديناش اللي احنا عايزينه. يمكن انا كنت شايف ان نبيل عماد دونجا في المكان ده كان هيدينا اللي احنا عايزينه جنب طارق حامد في ظل غياب حمدي فتحي. فاعتقد ان لا يعني الماتش اتصعب شويه في بغياب لعيبه بيراميدز، واتمنى ان احنا نعدي على خير يعني ان شاء الله، حتى مهما كان يعني. وصبح حسين شحات كمان. وصبح حسين شحات طبعا. يعني عندنا عنصرين مؤثرين جدا، بس هو حسين يمكن هيبقى المشكله اكبر لو صلاح ما لعبش. يمكن احنا حسين كان بيلعب في المركز بتاع صلاح ناحيه اليمين. لو صلاح ما لعبش وحسين غايب مين هيلعب؟ والله ده محيره جدا. يعني بجد انا شايفها صعبه شويه. صعبه جدا. ما اقدرش اقول لك مين بيلعب. كهربا ممكن يلعب. كهربا ممكن يلعب. يعني كهربا ممكن يبقى جاهز يلعب في الحته دي. على اعتبارني طلع يلعب تريزيجيه في جنبه، كهربا في جنب تاني. الاثنين يمسكوا الجناحين ويقدروا يشتغلوا. طيب ده فيما يتعلق بالمنتخبين الاول والاولمبي. نروح بقى للنادي الاهلي شويه. استعدادات من خلال مرحله ثانيه مهمه جدا، وعندك اول ماتش يوم 25 ان شاء الله مع الجونه، والماتش الثاني يوم 29 مع النجم الساحلي. بتشوف الاستعدادات ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ وهل النادي الاهلي
عقبه ممكن تكون بتواجهه في توقيت الماتشين، ان انت هتسافر الجونه وبعد كده ترجع تسافر تونس فرق 4 أيام ما بين الماتشين؟ والله طبعا 100% هيبقى في عقبه. ان انا اجي من الجونه طبعا بلعبش في القاهره واروح تونس طبعا عقبه مبدئيا. بس انا شايف طبعا بس انا شايف ان في عقبه اكبر. ايه هي؟ كميه الاصابات اللي طالت لعيبه الاهلي الفتره الاخيره. يعني احنا كنا عندنا خلاص كنا بنستعد ان حاول محمود يرجع بصراحه واتصاب، كنا بنستعد ان محمود متولي يرجع واتصاب، وادي كمان حمدي فتحي وحسين الشحات من الاعمال الاساسيه وحسين الشحات وكل دول اتصابوا. فانا شايف ان الازمه الاكبر عند مستر فايلر ازاي ان هو يوظف او يخلق اماكن للعيبه تادي بنفس الدور، لان المجموعه اللي عنده كانت من الثوابت. كان محمود متولي كان من الثوابت، حسين الشحات من الثوابت، بس هو لعب بعض المباريات. يعني لعب محمود متولي نص ساعه بس في الزمالك، يعني ده كان بادئ كان بادئ وكان هيكمل. انا قصدي ان هو اعتاد يعني على غيابه مثلا. طبعا بس كان بادئ وكان هيكمل. وفي المقابل بيعود سعد سمير، بيعود ببعض طبعا. يعني هنا بقى هنا لازم نفتكر حاجه مهمه جدا. الروتيشن اللي كان عامله مستر فايلر صح، بعدم تثبيت التشكيل هو ده المخرج في الفتره اللي جايه. المخرج ليه قدام كميه الاصابات وهاجس الاصابات اللي ضرب كتير من لعيبه النادي الاهلي. انا بتكلم ان فعلا انك تروح الجونه وبعد كده تطلع على تونس صعب جدا ومرهق جدا. خصوصا ان انت كمان يعني ايه بيبقى في اجواء ماتشات، وانت بتلعب ماتشات ورا بعض والكلام ده كله، فخلاص فانت متعود كل 3 ماتشات او كل 4 ماتشات كل 4 ايام بتلعب ماتش او حاجه. انما النهارده انت بقالك قد ايه ما بتلعبش؟ بقالك فتره طويله جدا ما بتلعبش، وبعدين تيجي تلعب ماتش في الجونه وتطلع على النجم السحري. فاعتقد ان حلها ايدي هو الروتيشن بس، ولا ممكن يبقى في حلول اخرى؟ يعني حلول انك تنقل الماتش، تطلب نقل الماتش هنا، تطلب نقل الماتش هنا في القاهره او الجونه طبعا. تنسيق مع الجونه تطلب ماتش هنا، لان انا عندي سفر يا جماعه، والاهلي بيلعب في باسم مصر ورايح يلعب في افريقيا والكلام ده كله. يعني لو ماتش في الدوري كان اوكي ماشي كان. فانا رايي ان النادي الاهلي ممكن يعمل اتصالات مع نادي الجونه ان احنا نلعب الماتش هنا في القاهره على ملعب بتر سبورت، على في برج العرب، في اي مكان. المهم ان انا ابقى متواجد الفترة دي هنا في القاهرة قبل ما اطلع على تونس يعني. طيب عايز اتكلم شوية على الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي. ليه عايز اتكلم عنه؟ لان انا دايما كل يوم بلاقي اخبار من الجرايد بيقول لك اصل خلاص هم حددوا عايزين مهاجم، عايزين مدافع، عايزين لاعب وسط، عايزين وينج، الكلام من ده. النهارده الكابتن محسن صالح اتكلم من خلال الموقع الرسمي، وكان اتكلم من يومين في قناة الاهلي، قال ان مفيش اي اجتماع حصل مع مستر فايلر ومفيش اي تنسيق بخصوص اي مركز من المراكز. بتشوف الملف ده ازاي؟ بتشوف الجزئيه دي ازاي وتصريحات الكابتن محسن صالح؟ طيب خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا. اتفضل. هو مين اللي بيطلب لعيبه للتدعيم في الفرقه؟ المدير الفني. صح كده؟ صح. اذا مستر فايلر هو المنوط او هو المكلف بانه يطلب اللعيبه المعينه. وده اللي اكد عليه النهارده الكابتن محسن صالح. طب كويس، يعني الكابتن محسن صالح قال ان هو لازم المدير الفني يطلب. طبعا. طيب هنا ازاي انا اقول يعني انا اصل الموضوع لازم بيخضع لاسس ولازم بيخضع لمناقشات ومفاوضات كتيره جدا. النهارده كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط بيقعد الاول مع المدير الفني، المدير الفني بيقول له والله احنا عندنا المركز ده ناقص، المركز ده محتاجين فيه، عايز تدعيم هنا، الكلام ده كله. فكابتن محسن صالح مش هيروح من نفسه ويتطرق من نفسه ويروح يقول ان انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. للاسف دايما اي حد، انا بقيت ملاحظه ان اي حد بيبدا نجم يلمع بتلاقي الحرب بدات تشتغل عليه. النهارده كابتن محسن صالح جايبينه، طبعا كان متالق جدا على تويتر في حب النادي الاهلي. متالق جدا في حب النادي الاهلي على تويتر يعني. فواضح ان هي برضو بتبقى نوع من حرب تكسير العظام. يعني بس الحمد لله ان هو قادر يفطن لها بدري، وقادر ان هو يتكلم ويقول ان هو فعلا ما طلبش حد ولا صرح بحد. واعتقد ان كابتن محسن صالح عنده من الذكاء والفطنه طبعا ان هو ما يقدرش يتخطى القنوات الرسميه. صح. اللي يقدر يصرح بيها تصريحات زي كده. يعني اصلا الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو ما بيحاولش يتكلم على اي تفاصيل خاصه بالمفاوضات بالصفقات او الكلام ده كله مع اي حد باي وسيله اعلاميه. فانا النهارده ابقى اجي انا رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي واجي اتكلم اقول ده عايز صفقه كذا وعايز صفقه كذا وكذا، طبعا يعني شيء غير منطقي بالمره. واعتقد ان الحمد لله ان كابتن محسن صالح طلع بدري وخلص ال هو البعض دايما يعني بيحاول يجتهد، وده حقهم يعني في الحقيقه. اجتهاد بس اوكي، بس اجتهاد يبقى منطقي. منطقي هي دي بقى الجزئيه اللي انا بتكلم فيها. اجتهاد يبقى منطقي على الاقل خالص. يبقى انا لو انا حتى ما عنديش معلومه بس ببقى عارف ان في خطوط قدامي لان بجمع حقائق جنب بعضها بقدر ممكن اكون منها معلومه معينه مثلا. انما لا في حقائق ولا في اي معلومات ولا في خطوط ولا اجتماعات ولا طلبات ولا اي حاجه. وكابتن محسن صالح عنده من الذكاء. احنا لسه شهر يناير، لسه بدري كتير قوي يعني.
بس هو للاسف هي مع كل فتره قيد هتلاقي الكلام ده بيكتر. يعني فين هي فتره القيد؟ النهارده يوم الخميس هتفتح فتره القيد الافريقي. فتره القيد الافريقي هتستمر من 15 نوفمبر لغايه سوري من الجمعه من 15 نوفمبر لغايه 31 يناير. فطبعا بيبقى عندك بقى طبعا طول ما فتره القيد شغاله طول ما الاجتهادات شغاله وهنجيب ده ونعمل ده والكلام ده كله. فكويس جدا ان كابتن محسن صالح طلع النهارده وكذب الكلام اللي اتقال. وانا ظني ان كابتن محسن صالح مش هيتخطى القنوات الرسميه ولا هيتخطى الحاجات دي خالص. الاهلي محتاج ايه عشان يكتمل القوام بالشكل المطلوب يعني من وجهه نظرك؟ احنا عارفين طبعا كله بيرجع لرؤيه الجهاز الفني والناس الموجوده في النادي يعني. لكن بنحب دايما نتكلم مع الجمهور يعني ممكن يكون هم كمان عندهم افكار معينه. محتاج جماهيره. حلو قوي ده رد يعني ما فيش احسن من كده بصراحه. والله العظيم والله بجد صح. الاهلي محتاج جماهيره. احنا مش محتاجين غير الجماهير بس. صح يعني لما تيجي نحسبها مش عايزين نقول بقى ايه كل مكان في الاهلي في النادي الاهلي هتلاقي فيه عندك لاعب واثنين وثلاثه. صح يضرب. معلش انت النهارده اعرت لعيبه من عندك نجوم في المنتخب الاولمبي. صح صح كده؟ صح. عرض الرجاله من عندك نجوم في المنتخب الاولمبي. يبقى اذا اللي يتبقى دلوقتي ان جماهير النادي الاهلي ترجع المدرج. يا جماعه يبقى انت مش محتاج حاجه بقى. مش محتاج اي حاجه. جمهورك جمهورك وربنا هيكرمك ويساندك ويقف في ظهرك تاني وان شاء الله تحقق كل اللي انت بتحلم بيه. فاعتقد ان النادي الاهلي مش محتاج غير جماهيره فقط لا غير. يا جماعه يا مسؤولين يا قائمين على اتحاد الكوره ارجوكم الجمهور جمهور عصب الكره في مصر، جمهور حياه، الجمهور بالزبط. يعني فعلا الكره للجمهور. فخلي الجمهور موجود. واعتقد الانديه الكبيره محتاجه جماهيرها فعلا. يعني سواء كان النادي الاهلي محتاج جماهيره في افريقيا، نادي الزمالك محتاج جماهيره في افريقيا، طبعا النادي المصري محتاج جماهيره في الكونفدراليه، وبيراميدز طبعا برضو كل يعني كل بيراميدز ما عندوش جماهير بس على الاقل لما يجي يلعب ماتشات زي هنا هتلاقي في جماهير داخله له. هتلاقي ناس بتشجعه وكلام طبعا. فاعتقد ان النادي الاهلي مش محتاج غير جماهيره. لو قدرنا الجماهير ترجع يبقى كده المنظومه اكتملت تماما ان شاء الله باذن الله. هيحصل وترجع الجماهير للملاعب المصريه وبتحديد كمان جمهور النادي الاهلي اللي هيكون اضافه زي ما قال كده استاذ طارق عوض. هو ده اللي بينقص النادي الاهلي خلال الفتره الجايه باذن الله، وباذن الله يعود جمهور النادي الاهلي للمدرجات. يا استاذ طارق نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا مبسوط جدا بوجودك معانا. انا ببقى اسعد والله. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا استاذ طارق عوض الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في بعض الامور الهامه جدا فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنيه واخبار النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، بكره عندنا حلقه جديده ان شاء الله استنونا. الى اللقاء.